1895 لحركة المليون بعنوان قراءة في تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كنا قبل كده ناقشنا مع ضيفنا النهارده من شهرين موضوع يخص أوروبا برضه في صالون رقم 165، وده كان بيتكلم عن خطر الأصولية الإسلامية على أوروبا وبلد صعد خطر. النهارده احنا برضه عايزين نتكلم عن الشأن الأوروبي، بس موضوع يعني قد يمس الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، بس مسألة مختلفة نوعا ما. الاتحاد الأوروبي اللي احنا شايفينه النهارده ده بشكل متعارف عليه، ده نتيجة مجموعة من المعاهدات والاتفاقات اللي اتعملت على مدار كذا سنة. يمكن أشهرهم في معاهدة اسمها معاهدة ماستريخت، اللي كانت 7 فبراير 92 في هولندا، ودي اللي بموجبها اتعمل الاتحاد الأوروبي اللي احنا شايفينه النهارده ده، واتعملت فكرة العملة الموحدة اللي هي اليورو. اللي ما كانش متابع بقى اللي حصل، إنه يوم 23 يونيو اللي فات ده المملكة المتحدة استفتت على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أو خروج منه. ونتيجة الاستفتاء ده إن 51.9% استفتوا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. طيب المملكة المتحدة دي بتشمل كذا دولة، بتشمل إنجلترا والويلز وسكوتلندا وأيرلندا الشمالية. فيا ترى بقى تأثير خروج بريطانيا ده على يعني الاتحاد الأوروبي هيكون أثره عامل إزاي على مجموعة الدول دي؟ خصوصًا إنه مثلًا دولة زي سكوتلندا مثلًا فيها أصوات بتطالب باستقلال سكوتلندا عن المملكة المتحدة. في كمان قراءة تانية شايفة إنه ده مبرر يعني استمرار صعود اليمين في أوروبا في الفترة الجاية. هل انسحاب المملكة المتحدة بيأثر على الحالة الأمنية لأوروبا بالعموم يعني، ولا ده مش هيكون ليه أثر كبير؟ في كمان حاجة أهم، إنه ممكن حد يسأل إيه علاقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمصر وبالشرق الأوسط؟ بس هنشوف مع ضيفنا النهارده في الطرح ازاي ده اثر على الاقتصاد المصري وهيأثر على علاقه اوروبا بالشرق الاوسط، لانه دايما اي حاجه بتحصل شمال المتوسط بتاثر في جنوب المتوسط والعكس صحيح كمان، يعني احنا كمان مؤثرين في اوروبا وضعنا الحالي. كمان في نقطه اهم كمان من ضمن الاسئله، انه النفوذ الروسي، هل النفوذ الروسي في شرق اوروبا هيتزايد بعد خروج بريطانيا؟ هل ده هيؤدي لسلسله مثلا من انه الاحزاب الشعبويه في اوروبا في دول ثانيه تبتدي تطالب باستفتاءات الخروج او الثقافه في الاتحاد الاوروبي؟ اسئله كتير الحقيقه محتاجين نجاوب عنها، وشرفنا مره اخرى ان نرحب بضيفنا الدائم المحلل السياسي ومدير تحرير مجله السياسه الدوليه الاستاذ مالك عوني. اهلا بك. مساء الخير يا جماعه، بشكر الاستاذ جورج على التقديم، جورج على التقديم للفتره دي. أظن كلكم كنتم متابعين ان الاستفتاء الخاص ببقاء او خروج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي حاز على اهتمام واسع جدا، وكانه كان شيء مفاجئ ما كانش حد يعرف بيه قبل كده. دي في حد ذاتها قضيه، يعني طبيعه المفاجاه اللي جه بيها الاستفتاء دي قضيه محتاجين نناقشها، لكن انا هعرج عليها حاجه بسيطه في اللي انا هتكلم فيه، انما دي قضيه اخرى محتاجه عقلنا احنا السياسي في مصر مدى وعيه بالقضايا الحيويه اللي بتحصل حواليه فعلا فعلا. احنا غرقانين في قضايا كتير فرعيه ولا ندرك ان العالم كله بيتغير سواء في منطقتنا او في العالم الاوسع. الاستفتاء الخاص ببقاء او خروج بريطانيا في الولايات المتحده بيتقاطع مع قضايا وفضاءات كتيره جدا. اولها فضاء متعلق بفكره الديمقراطيه. يعني ايه ديمقراطيه؟ احنا لما نتكلم هقول ان جوهر الديمقراطيه كان في لب هذا الاستفتاء والدعوه. وبصراحه كمان الديمقراطيه هي احد اهم الفضاءات اللي هيتجلى فيها تداعيات هذا الاستفتاء. يرتبط بده زي ما الاستاذ جون تفضل وقال فكره الاصوليه وتاثيرها. هل الاصوليه هتهزم فكره التكامل الاوروبي اللي كانت نموذج واعد العالم كله كان بيحاول يحتذيه على مدى 50 سنه؟ وده يبقى بصراحه انتصار بائع للاصوليه، ولا فكره التكامل دي كانت هي نفسها بتعاني من بعض الازمات الهيكليه اللي ادت ان المخاطر المحيطه بيها اثرت عليها بهذا الشكل؟ يتبقى بقى بعد كده فكره هل اللي حصل في بريطانيا او في المملكه المتحده سيقف عند حدود المملكة المتحدة أم سيمتد إلى وراءها إلى الجسد الأوروبي كله؟ هل ليه تأثيرات في الشرق الأوسط؟ هل ليه تأثيرات على مستوى العالم؟ ده اللي هحاول أقرب معاكم فيه النهارده وإحنا بنتكلم في القضية دي، بس خلينا الأول نظبط المفاهيم. إيه اللي حصل في المملكة المتحدة؟ الناس بتتكلم على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. المملكة المتحدة لم تخرج من الاتحاد الأوروبي. ولم تخرج من الاتحاد الاوروبي في الامد القريب.
البريطانيون صوتوا على الخروج ولم تخرج المملكة المتحدة. الخروج مسألة ستلي المفاوضات، وستلي يعني في خطوتين عشان المملكة المتحدة تخرج من الاتحاد. واحد إبلاغ الاتحاد رسميا، إبلاغ المجلس الأوروبي اللي بيتكون من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية ومعهم رئيس المجلس الأوروبي، ودي خطوة بريطانيا أعلنت إنها لم تقدم عليها قبل 3 أشهر، قبل شهر أكتوبر. يلي ذلك مفاوضات حسب نص المادة 50 من معاهدة لشبونة، بتقول إن قدامهم 2 مفاوضات للخروج من الاتحاد، وبعدها نقدر نقول بريطانيا خارج الاتحاد. بريطانيا حتى هذه اللحظة وحتى انتهاء العمليتين دولت عضو وما زالت في الاتحاد الأوروبي، وإن لن يكون لها حق التصويت على القرارات، لكنها ملتزمة بكل الاتفاقيات والترتيبات والإجراءات الاقتصادية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والقائمة عليها العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة. ده مهم ليه؟ عشان نفهم من التأثيرات الحقيقية لهذا الخروج أو ما يخرجش. الفعلية هتظهر فعلا لما ينتهي اتفاق الخروج ونعرف شكله عامل ازاي. ده تأثيراته ايه بالنسبة للجدل الدائر؟ خلينا نبدأ بالمملكة المتحدة ونعرف ليه البريطانيين راحوا لهذا الخيار. في 2008 ظهر ما يسمى الأزمة المالية العالمية، فكرة البابل العقاري، البالون العقاري اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية وأثر على البنوك، تأثرت بيه أوروبا، تأثر بيه الشرق الأوسط، وليه تجليات واسعة جدا. عندنا دبي على سبيل المثال تقريبا نص سكانها سابوها ومشوا مع هذه الأزمة المالية العالمية. أوروبا تأثرت بشكل كبير جدا، فيها حكومات كتيرة قوي أصبحت عاجزة عن سداد ديونها الداخلية، الديون السيادية ما يسمى الديون السيادية. البنوك أصبحت عاجزة عن الوفاء بالأعباء الودائع الموجودة عندها، لأن حجم السداد للقروض قل جدا، ان الافراد اللي كانوا واخدين قروض عاليه عشان تمويل عقاري اصبحوا عاجزين، غير قادرين على السداد، عاجزين عن السداد، وبالتالي البنوك تاثرت بشكل كبير جدا. ده كله اثر على مستويات التشغيل، مستويات الامان الاجتماعي في اوروبا. استتبع اللحظه ديت في اوروبا عمليات انقاذ مالي ضخمه جدا، قامت بيها بشكل اساسي المانيا مع بقيه دول الاتحاد الاوروبي، لكن المانيا كانت هي القائد الاساسي في هذه العمليه. في 2011 بدا الاتحاد الاوروبي يتعافى بعض الشيء. ليه بقى ما طلعش؟ لان خلينا نرجع لارقام النمو الاقتصادي في اوروبا قبل هذا التاريخ. احنا كنا بنلاقي بعض دول شرق اوروبا بتحقق معدلات نمو 15%. وكانت الدول الاوروبيه الرئيسيه بتحقق معدلات نمو من 3 ل 6%. الاقتصادات الكبرى في المانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا اسبانيا. بعد 2011 بدا هذا التعافي يحصل مره ثانيه، لان معدلات النمو بقت كده. في الدول اللي كانت بتحقق معدلات نمو 15% في افضل الاحوال كانت بتحقق 6% و7%. دي دول شرق اوروبا ليه بتحقق معدلات نمو عاليه؟ لان دي دول معدلات التشغيل فيها والاستثمار منخفضه جدا، في اي عمليه تحفيز استثماري بتعمل عمليات استثمار لموارد سريعه جدا، بتعمل معدلات نمو، ولكن مش كده انها اقتصاد كبير. يعني احنا في مصر مفترض نسقط في معدلات نمو ما تقلش عن 7 8% و 10%، لان عندنا موارد كتيره جدا غير مستغله، اي استغلال ليها هينعكس في النمو. غير الاقتصادات المتقدمه اللي بلغت بيسموها حاجه اسمها سقف النمو، تبقى معدلات النمو فيها ضعيفه. في الدول المتقدمه دي في اوروبا لقينا ان فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا بيحققوا معدلات نمو تتراوح من 1% او اقل الى 1.5%. انجلترا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، في الاقتصاديات المتقدمة في الاتحاد الأوروبي الاقتصاديات الكبرى، كانت بتحقق معدلات نمو 2% أو أكثر، يمكن انخفضت شوية على 2% في 2015، لكن بشكل عام كانت هي الدولة بتحقق ضعف معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى في الاتحاد الأوروبي. ده انعكس فيه. أصبحت إنجلترا هي البؤرة الجاذبة للهجرة الأوروبية الداخلية. احنا عندنا شكلين من اشكال الهجره بيحصلوا في اوروبا. شكل اللي هو الهجره اللي بينص عليها اتفاقيات المؤسسه للاتحاد الاوروبي،
اللي بتسمح بانتقال المواطنين الاوروبيين في اطار الاتحاد دول الاتحاد الاوروبي، انتقال حر بدون اي فيزا او بدون تاشيرات، ولهم حق العمل في الدول التي يقومون بالهجره. بريطانيا اصبحت هي البؤره الاساسيه للهجره في دول الاتحاد الاوروبي. عشان كده لقينا ان كانت معدلات النمو والهجره في بريطانيا قبل 2004 سنويا في حدود 10,000، في عام 2015 معدلات الهجرة دي بلغت الصفر، بلغت 185,000 مهاجر أوروبي. أنا ما بتكلمش على هجرة غير الشرعية. صفية يعني كان جالهم 270,000 مواطن أوروبي وخرج من عندهم 85,000، فكان الهجرة الصفية لبريطانيا 185,000 مواطن أوروبي. ده الهجرة اللي تنص عليها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي. في نوع آخر من الهجرة بتعاني منه أوروبا اللي هي الهجرة غير الشرعية، القضايا من أفريقيا والشرق الأوسط. ودي الهجرة اللي بتحمل الخطر التطرف والمسؤولية اللي احنا بنتكلم عليه، واللي بتعزز بشكل كبير جدا المكامن الأصولية الموجودة في البنيان الأوروبي، سواء كانت أصولية يمينية أوروبية أو كانت أصولية دينية إسلامية كاملة في بعض الجماعات اللي هجرت في المراحل المتقدمة لأوروبا في الخمسينيات والستينيات. إنجلترا عانت من النوع الأول من الهجرة، الهجرة الأوروبية. طيب ده كان العامل الاول اللي اثر على انجلترا بعد 2011 بشكل كبير، وبدات تسعيد معدلات النمو، معدلات الهجره ارتفعت بشكل عالي قوي من داخل من قبل الدول الاوروبيه. ده ضغط على فرص التشغيل وفرص العمل، ضغط على شبكه الامان الاجتماعي الموجوده في انجلترا، خلى بعض الاصوات في انجلترا المملكه المتحده بشكل اساسي يعني تبتدي تتساءل حوالين ايه جدوى وجودنا في الاتحاد الاوروبي، اذا كنا نتحمل احنا بشكل اساسي عبء التشغيل لكثير جدا من المواطنين الاوروبيين. انا برضه هوضح ان الحجج دي مش كلها موضوعيه، يعني فيها جوانب غير موضوعيه، لكن هذا ما تبناه المعسكر اللي دعا لي لخروج الاتحاد الاوروبي. كان في حجه اخرى مرتبطه بحجم المساهمه البريطانيه في ميزانيه الاتحاد الاوروبي. حجم المساهمه دي بلغ في سنه 2014 نحو 12%، 12.5% من حجم ميزانية الاتحاد الأوروبي، تقريبا 13 مليار يورو. بريطانيا ما ورد إليها من الاتحاد الأوروبي من مساعدات وحوافز وشبه هذا القبيل بلغ 4.5 مليار يورو، وبالتالي بريطانيا كانت مساهم صافي في الاتحاد الأوروبي بحدود 8 مليار يورو أو أكثر. ده برضه خلى بريطانيا يسأل طب احنا ليه اعضاء في الاتحاد الاوروبي؟ دي كانت احد الحجج المطروحه. حجه اخرى بقى ليها علاقه بالديمقراطيه اللي كلمتكم عليها. في واحد اسمه مايكل جوف، ده وزير العدل البريطاني، النهارده ترشح لان يكون خليفه ديفيد كاميرون في حزب المحافظين. مايكل جوف طرح مقوله من فتره كانت مهمه بالنسبة لكثير من البريطانيين، قال فيها أن وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بس التحدي للمفاهيم الديمقراطية البريطانية الراسخة، لأن المواطنين البريطانيين لم يشاركوا في اختيار الممثلين وصانعي القرار في الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن من يقومون باتخاذ قرارات تسري على المواطن البريطاني لم يكونوا باختيار المواطن البريطاني نفسه. دي كانت معضلة بفكرة الديمقراطية. طيب أنا الممثلين بتوعي في المملكة المتحدة انتخبهم أو انتخب الأحزاب اللي قام بتعيينهم مواطنين بريطانيين. طيب من يتم تعيينهم في الهيئات الأوروبية؟ يتم تعيينهم الدول بشكل أساسي ولا يقوم بتعيين يعني اختيارهم على المواطنين الأوروبيين بشكل مباشر. وبالتالي كان هنا في معضلة، فكرة أن المواطن البريطاني يقوم بالدفع ويقوم بتحمل أعباء اجتماعية وأعباء اقتصادية نتيجة عمليات الهجرة، ودي مترتبة على قرارات اتخذها أشخاص وساسة لم ينتخبهم المواطن البريطاني. وده كان برضو أحد التحديات اللي طرحها الفريق البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي. مايكل جوف النهاردة زي ما قلت لكم أعلن ترشحه لأن يكون خليفة ديفيد كاميرون في رئاسة حزب المحافظين، وبالتالي أن يكون رئيس وزراء البريطاني الذي سيقوم بإجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي.
الحجج دي في الواقع اغفلت كذا حاجه. هلا بريطانيا لما بييجوا يتكلموا على فكره انها بتدفع في اوروبا اكتر ما بتاخد من اوروبا، دي فكره مبسطه قوي وفيها قدر من الاختزال الكبير، لان مجتمع الاعمال والاستثمار والاقتصاد في بريطانيا حقق مكاسب كبيره جدا غير مباشره نتيجه دخول الاتحاد الاوروبي. يعني كانت المصارف وشركات الاستثمار والاقتصاد البريطاني بيعتمد بشكل كبير جدا على الحوافز والمزايا اللي مترتبه على اتفاقيات السوق الحره الاوروبيه، السوق الموحده، اتفاقيات تحرير التجاره، المعاهدات اللي ابرمها الاتحاد الاوروبي مع 57 دوله حول العالم. كل ده ادى لبريطانيا يعزز وضعها الاستثماري ووضعها المالي. دي عوائد غير مباشره، يعني لا مش اموال بتاخدها بشكل مباشر بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. في شق تاني ان جزء كبير جدا من الاوروبيين اللي جم اشتغلوا في بريطانيا ما كانوش هجره غير مؤهله، بل كانوا مؤهلين للعمل في هذا المركز المالي والاستثماري الضخم، وبالتالي كانوا عنصر اضافه بشكل كبير جدا للمملكه المتحده. نتيجه انا في ظني تصاعد المخاطر الارهابيه اللي ظهرت خلال العامين الماضيين من قبل سواء عناصر او مواطنين اوروبيين من اصول شرق اوسطيه يبقى الى الشرق الاوسط، او مهاجرين غير شرعيين تسللوا الى اوروبا، شهاده العمليات دي في المانيا، في فرنسا، في بلجيكا. هذا التصاعد في العمليات الارهابيه اظن بدا يشهد او يثير نوع من الخشيه لدى المواطن البريطاني من ان بريطانيا قد تكون عرضه لمثل هذه الهجمات. البريطانيين كانوا حريصين من البدايه على تفادي هذا الاثر من ان هم رفضوا الانضمام الى اتفاقيه شنغن، وبالتالي اي مواطن غير اوروبي يدخل اوروبا يمكنه ان يتجول او ينتقل عبر بلدان شنغن كلها، لكن لا يمكنه الدخول الى بريطانيا، لان بريطانيا مش عضو في شنغن. لكن بريطانيا بتخشى من ايه؟ بتخشى ان المانيا كانت واخده قرار بتوطين عدد كبير من هؤلاء اللاجئين. ليه المانيا عايز تاخد هذا القرار؟ لان المجتمع الالماني مجتمع عالي من الشيخوخه. الهرم السكاني فيه بدا معدلات النمو الطبيعيه تنخفض بشكل كبير جدا، معدلات الاكبر سنا بتزيد، وبالتالي اللي هم بيوصلوا الى مرحله التقاعد والحصول على تعويضات التقاعد اكثر من القدره الانتاجيه للمجتمع الالماني. المانيا شعرت بازمات شيخوخه المجتمع. بدات عندها فكره انها تبتدي تستقطب مره اخرى عدد كبير من المهاجرين من خارج اوروبا، مهاجرين رخاص. وبصراحه وجدت في ازمات الشرق الاوسط فرصه مهمه جدا لهذا الموضوع. عشان كده نفهم ليه المانيا كانت هي اللي بتضغط على اوروبا كلها لاستقبال المهاجرين. ما كانش سبب انساني بحت. قليل عن الانسانيه الاوروبيه والفضائل اللي مش موجوده عند حد غيرهم، لكن كانت المانيا عندها هذا الدافع الاقتصادي او الدافع الاقتصادي الاجتماعي المهم لجذب المهاجرين. أنا أظن أن الدول الأوروبية عددا منها بريطانيا خشت من توطين هؤلاء المهاجرين ومنعهم الجنسية الألمانية، وبالتالي يصبحوا مواطنين أوروبيين، وفي هذه الحالة يمكنهم الدخول إلى المملكة المتحدة، يحملوا معهم كل المخاطر التي جاءوا بها من مجتمعاتهم المأزومة. دي العناصر اللي نقدر نقول إن دفعت البريطانيين للتصويت للخروج من الاتحاد. لكن نسبة التصويت كانت محدودة جدا، يعني الفارق التصويتي كان محدود، يعني كان 51 مكسور و 48 مكسور. وفي مقاطعتين كبار او يعني المملكة المتحدة اتحاد فيدرالي. ففي اسكتلندا وايرلندا الشمالية صوتوا لعدم الخروج، واسكتلندا صوتت بنسبة كبيرة، صوتت بنسبة 63% لعدم الخروج، ودي أعلى نسبة في كل التصويت اللي حصل فيما يتعلق نسبة التصويت المتعلقة بالخروج أو البقاء. انجلترا صوتت للخروج بنسبه 54%. ويلز صوتت للخروج بنسبه 52 مكسر. اسكتلندا صوتت للبقاء 63%. ايرلندا الشماليه صوتت للبقاء بنسبه 54%. لندن عاصمه المملكه المتحده وقلب انجلترا صوتت للبقاء في الاتحاد الاوروبي ولم تصوت للخروج. ليه هذه الفروق حصلت؟
لان واحد اسكتلندا وويلز كانوا اسكتلندا وايرلندا الشماليه اسف كانوا بيستفيدوا من الدعم الزراعي اللي بتقدمه الاتحاد الاوروبي بدرجه كبيره جدا خلافا لانجلترا وخلافا الى ويلز. لندن كانت طبعا حق هي مركز مالي عالمي مستفيده من هذا الانتماء الى السوق الاوروبيه الموحده. وبالتالي المستفيدين من الاتحاد الاوروبي صوتوا للبقاء في الاتحاد الاوروبي بخلاف الاخرين. بل انا هقول لكم حاجه اكبر من كده. انا اظن ان التصويت للخروج من الاتحاد الاوروبي كان تصويتا عقابيا ونفسيا، ولم يكن من صوتوا للخروج من الاتحاد الاوروبي يتوقعون النجاح في هذا التصويت. ولو رجعت لبعض التقارير اللي عملتها الصحافه البريطانيه في اليوم التالي للخروج للتصويت على الخروج هتلاقيهم بيقولوا احنا ما كناش مصدقين، ولو كنا عارفين ده هيحصل ما كناش صوتنا للخروج. ليه؟ هم كانوا يريدوا تعديل بعض بنود انتمائهم الى الاتحاد الاوروبي وليس خروج منه، بمعنى كانوا عايزين يضعوا قيود اكبر على المهاجرين الاوروبيين الذين ياتون الى المملكه المتحده. قيود متعلقة بالقدرة على العمل، تحقق سوق العمل، كنت علاقة بالاستفادة بشبكة الأمان الاجتماعي. كانوا بيعملوا حاجة عايزين يقللوا حجم المساهمة البريطانية في الميزانية الأوروبية. يعني كان البريطانيين بيأملوا أكتر من فكرة الخروج هي فكرة إن هم يعدلوا شروط التحاقهم بالاتحاد الأوروبي. لكن هم بيضغطوا المسألة جت بجد ورجليهم جت في الخير زي ما. النهاردة بريطانيا بتواجه تحدي كبير. التحدي دوت متعلق واحد بقائها موحد. هتتعامل ازاي مع ملف اسكتلندا ورئيسة وزرائها بتهدد باجراء استفتاء سالم على الاستقلال على المملكه المتحده. ايرلندا الشماليه بتدعو الى ان تكون تتحد مع ايرلندا مره اخرى، ايرلندا عضو في الاتحاد الاوروبي، تاني تسعى للانفصال عن بريطانيا والالتحاق بايرلندا مره اخرى. دي ازمه غير مسبوقه في تاريخ العالم. أن تكون المملكة المتحدة عرضة لهذا الانقسام، هذا لم يحدث في تاريخها الحديث بأي حال من الأحوال، الحديث ده يمتد إلى القرن السادس عشر. أزمة أخرى أن في حالة من عدم اليقين، أنا بقول لكم أن بريطانيا لم تخرج حتى هذه اللحظة من الاتحاد الأوروبي، تخرج بعد سنتين وأكثر. والبعض بيذهب أن المفاوضات ممكن تقعد سبع سنين وعشر سنين. لكن في النهاية هناك أفق للخروج. طيب عالم الاعمال والاستثمار الموجود في لندن وفي المملكه المتحده بنوك امريكيه، شركات امريكيه، شركات اوروبيه وصينيه وخليجيه بيعملوا كلهم من لندن ويستفيدوا من مزايا التحقق في الاتحاد الاوروبي. كل دول بدأوا النهارده بيسعوا وبيتساءلوا. طب اذا كان هيخرجوا الانجليز واحنا مش عارفين ايه شكل علاقتهم المقبله مع الاتحاد الاوروبي، طيب هل نفضل موجودين في هذه في المملكه المتحده كمركز اعمال ولا ننتقل الى القاره الاوروبيه؟ القاره العجوز، البريطانيين بيسموها القاره الاوروبيه، هو ساعات مش بيعتبروا نفسهم حتى اوروبيه. فبدا بالفعل البنوك الامريكيه الكبرى تؤسس فروع لها في مدن اوروبيه كبرى. بدات بعض شركات وطلب سوق المال بتؤسس فروع لها في بعض هذه المدن. بدات منافسه اوروبيه حاميه على من يرث لندن، باريس، فرانكفورت، لوكسمبورغ، امستردام. الاربع مدن دول بداوا منافسه حاميه جدا، بل ان باريس فيها جمعيه ارسلت خطابات الى الشركات والبنوك العامله في لندن بتدعوهم الى المجيء الى ايل دي فرانس هي باريس عشان يجدوا فيها مبتغاهم ليؤسسوا مركز اعمال يستفيد من التكامل الاوروبي. بريطانيا عندها تحدي ثالث. قلت لكم الاتحاد الاوروبي تقريبا عنده اتفاقيات تجاره حره مع 57 دوله وكيان حول العالم. حين تخرج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي ستفقد هذه المزايا. وبالتالي فانها في حاجه الى ابرام اتفاقيات جديده للتجاره الحره او لتحرير التجاره مع هذه الدول والكيانات والشركاء الاقتصاديين الكبار بشكل اساسي. الصين، الولايات المتحده الامريكيه، دول جنوب شرق اسيا، الاتحاد الاوروبي نفسه. فالمملكه بتاعنا النهارده مضطره تدخل في عمليه عسيره جدا، مفاوضات التجاره الحره دي بتستمر من 7 ل 10 سنين. ما هيش شيء سهل. الازمه هنا فين؟
طبعا المملكه المتحده ممكن تلجا الى تطبيق معايير تحرير التجاره العالميه. وزاره التجاره العالميه عندها معايير بتقرها لحريه التجاره، بس المعايير ديت ما بتديكش مزايا قد ما انها بتمنعك من انك انت تفرض تمييز لمصلحه الدوله. هقول لكم المعنى، انا اذا بلتزم معايير وزاره التجاره العالميه مش من حق ادي دوله من الدول الاخرى ميزه عن جمركيه عن اللي انا بتعامل بيها مع الدول العالم. لا، لازم اطبق على الكل قاعده واحده. وبالتالي لو بريطانيا عايز تستفيد المزايا اكتر من كده، محتاجه ان هي تبتدي تعمل اتفاقيات تجاره حره تديها مثل هذه المزايا الدخول التفضيليه لهذه عند الشركاء التجاريين الرئيسيين. الاتحاد الاوروبي بيمثل 50% من حجم التجاره، نعم 50% من حجم التجاره الانجليزيه تصديرا واستيرادا. تاني مشكله. البريطانيين بداوا يفكروا من هذه اللحظه في اجراء مفاوضات لاجراء معاهدات تجاره حره، وبيساوموا الاوروبيين في الواقع. كانوا بيحاولوا يعملوا هذه المساومه مع الاوروبيين ان هم يعملوا مفاوضات العلاقه الجديده شكلها هيبقى عامل ازاي مع مفاوضات الخروج. الاوروبيين ردوا عليهم يقولوا لا، مفيش الكلام ده. مفاوضات خروج وبعدها مفاوضات العلاقه الجديده. مش هنخلط الملفين مع بعض علشان ما يشجعوش اي دوله اوروبيه اخرى بعد كده تلعب نفس اللعبه مع الكيان بتاع الاتحاد الاوروبي. بمعنى اخر، الاتحاد الاوروبي كان عنده خيارين، يا اما ياخد الخيار المرن مع انجلترا ويمنحها شراكه سريعه، او يتخذ اجراء متشدد معاها كاحد اجراءات حمايه الكيان الاوروبي من منح تحفيز للدول الاوروبيه الاخرى على الانسحاب من الاتحاد الاوروبي. واظن الاوروبيين سيذهبوا الى الخيار الثاني وهو الموقف المتشدد، رغم ان ميركل قالت ان هي عايزه تعمل مفاوضات ممتده مع المملكه المتحده وما تتخذش اجراءات قاسيه او صارمه تجاهها. سلوفاكيا اللي هتعطس الاتحاد الاوروبي في الشهر المقبل قالت هذا الكلام نفسه، لكن الاتجاه العام في الاتحاد الاوروبي هو اتخاذ موقف متشدد مع المملكه المتحده فيما يتعلق بقرارها الخروج من الاتحاد. ده ليه انعكاس على الكيان الاوروبي، هنرجع له تاني، فيما يتعلق بالتنافس الالماني الفرنسي اللي قد يتصاعد داخل الاتحاد الاوروبي في المرحله المقبله. طيب تاثيرات كده بس على المملكه المتحده، في تاثير شديد الخطوره امني. المملكة المتحدة منذ الستينيات كانت واخدة قرار مهم جدا بأن علاقتها الأمنية هي مع الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر منها مع أوروبا. أن أوروبا لا يمكن التعويل عليها كشريك أمني يمكنه ضمان الأمن الأوروبي أو أمن المملكة المتحدة، وبالتالي الشريك الأمني الرئيسي هو الولايات المتحدة الأمريكية. ده كان أحد ركائز الاستراتيجية الأمنية البريطانية طول العقود الماضية وحتى هذه اللحظة. خروجها من الاتحاد الأوروبي يعني المملكة المتحدة كان ليها وظيفتين أساسيتين عند الولايات المتحدة الأمريكية. واحد إن هي شريك عسكري مهم في النشاط العسكري الأمريكي في الخارج، بمعنى أمريكا بحملات عسكرية، بريطانيا شريك مهم فيها. غزو العراق، أفغانستان، الحملة اللي شنها الناتو في ليبيا، الحملة اللي شنها الناتو في كوسوفو، كل هذه الحملات كان بريطانيا شريك عسكري رئيسي. المملكة المتحدة نتيجة الاستقطاعات الكبيرة اللي تمت خلال السنوات الخمس أو الست الماضية في ميزانية دفاعها خلتها غير قادرة على أن تكون هذا الشريك العسكري في أي مرحلة قريبة أو منظورة بالنسبة لها. محتاجة تعديل كبير جدا في السياسة الدفاعية. مرة أخرى أنا أظن البريطانيين غير راغبين في هذه اللحظة. طيب الدور العسكري تراجع لبريطانيا. طيب ايه الاهميه الثانيه اللي كانت لبريطانيا عند الولايات المتحده الامريكيه؟ الاهميه الثانيه كانت وجود بريطانيا كشريك وعضو في الاتحاد. النهارده البريطانيين خدوا قرار يبوظ شرعه في الاتحاد الاوروبي خلاص. وبالتالي اهميه بريطانيا عند الولايات المتحده الامريكيه هتتراجع بشكل كبير جدا. هتبقى مجرد الاخ الكبير زي ما الاخ الصغير، لكن الاخ الصغير ملوش اهميه كبيره. وبالتالي ده تحدي كبير جدا للمملكه المتحده قد يضطرها، يعني ان هي تعيد النظر في
في سياساتها الدفاعيه وسياسات التسامح الخاصه بيها، وده هيفرض عليها اعباء اقتصاديه غير مباشره هتترتب على انسحابها من الاتحاد الاوروبي، ان وظيفتها واهميتها على سلم المصالح الامريكيه هيتراجع، وبالتالي لازم تكون اكثر اعتمادا على انفسهم بشكل كبير. دي تحديات اساسيه انا اظنها. طبعا في تحدي خامس مهم قوي، فكره ان اذا حصل قلاقل في اوروبا سواء ارادت بريطانيا ام لم ترد ستصبح امنها محل تهديد، وبالتالي انا في ظني ان شراكتهم مع اوروبا كانت هتكون افضل لهم مع اصلاح الكيان الاوروبي افضل من الخروج منه. لكن الواقع بتاعنا بيقول كده. السيناريوهات ايه المحتمله عشان اللي قدام فكره الخروج ديت؟ اسكتلندا بدايه فكره ان الاستفتاء في حد ذاته لا يؤدي مباشره الى الخروج، بمعنى ان احنا عندنا ابلاغ لازم يتم للمجلس الاوروبي، ده هيتم حسب التصريحات المعلنه حتى هذه اللحظه على شهر اكتوبر دلوقتي، ولكن المفاوضات تستمر عامين. المفاوضات دي هتنتهي بوضع شكل ما للعلاقه، سيتم عرضه على البرلمان البريطاني، ويمكن البرلمان البريطاني ان يرفض هذا الاتفاق، وبالتالي لا تخرج بريطانيا. خروج بريطانيا مشروط بالمفاوضات وموافقة البرلمان البريطاني على اتفاق اللي هينتهي بيه المفاوضات. إذا رفضوا بريطانيا برضه مش هتخرج. احتمال آخر، الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وإن يكون الحزب اللي يدعو لهذه الانتخابات يتبنى في حملته الانتخابية إن بريطانيا لا تخرج من الاتحاد الأوروبي. وإذا فاز هذا الحزب اللي هيخوض انتخابات على أساس هذه الحملة، يمكن اعتبار هذا التصويت نفيا لنتيجة استفتاء، لنتيجة استفتاء قانونيا لا تؤدي بشكل مباشر إلى إجراءات الخروج. دي نقطة قانونية مهمة. ليه؟ الاستفتاء نص على أن يستفتى البريطانيين على الخروج أو البقاء، لكنه ما نصش على أن نتيجة استفتاء، القانون بس طلع بقانون، أن نتيجة استفتاء تؤدي إلى التزام البرلمان وترتيب قانوني عليه للخروج من الاتحاد الاوروبي. وده يختلف عن استفتاء سابق كانوا اجروه عام 2013. اظن كان طرح فيه هذا السؤال برضه، لكن كان هناك نص في القانون الخاص بهذا الاستفتاء ان نتيجته ملزمه. القانون اللي اجرى اللي موجبه الاستفتاء الاخير ده ما فيهوش النص على ان نتيجته ملزمه. وبالتالي احنا قدام مشهد ملتبس جدا في بريطانيا هيدفع الى اللي احنا شايفينه النهارده. أن الطبقة السياسية البريطانية في حالة إعدام، بيتم إعدامها. حزب العمال بيضغط بشكل كبير جدا لتغيير القيادة بتاعته، واعتبارها فشلت في اقتباس الاستفتاء دوت، إنها لم تنجح في إقناع البريطانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. حزب المحافظين ديفيد كاميرون النهارده اللي كان الطرف الأساسي اللي كان بيقود حملة الخروج، اللي هو كان عمدة لندن السابق بوريس، بس أنا مش فاكر الاسم التاني رايح من دماغي دلوقتي. بوريس جونسون أعلن بالأمس أنه لن يتقدم إلى رئاسة، ترشح لرئاسة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة اتحاد الوزراء اللي رئاسة الوزراء البريطانية، وبالتالي قيادة بريطانيا للخروج، وبالتالي الطرف الأساسي في السعي وراء الخروج لا يريد أن يكون حاضرا في مشهد السياسي للخروج. فتقدم مايكل كوف. الطبقه السياسيه البريطانيه تخشى الاحتراق نتيجه تداعيات مفاوضات الخروج ومساليها. في بقى احتمال ثالث برضه لتقييد فكره الخروج البريطاني، اسكتلندا. ان قد يطرح الاتفاق بتاع الخروج على البرلمان الاسكتلندي، واذا رفض يبقى في معضله حول فكره الخروج. هبت شرط اخير، ان اذا اقدمت اسكتلندا على اجراء استفتاء للاستقلال على المملكه المتحده، ده هيستتبع بدوره، ونجح هذا الاستفتاء في اقرار الانفصال عن المملكه المتحده، ده هيعمل حاله فوران غير مسبوقه في هذا الكيان، هذه الدوله. وساعتها سيناريوهات كبيره جدا هتكون مطروحه. انا اظن دلوقتي في محاولات لديفيد كاميرون اجل ابلاغ المجلس الاوروبي بقرار الخروج، لانه في محاولات لترتيب البيت الانجليزي او البيت البريطاني من الداخل لاثناء اسكتلندا عن مساعيها دوت.
لكن اسكتلندا اجرت مفاوضات استمرت 4 ايام مع الاتحاد الاوروبي للبحث كي تبقى اسكتلندا جزءا من الاتحاد الاوروبي. وكان ما تم الاتفاق عليه خلال هذه المفاوضات استمرت 4 ايام ان لا يمكن لاسكتلندا ان تكون عضوا في الاتحاد الاوروبي وان تكون جزء من المملكه المتحده. الاتحاد الاوروبي حاطط اسكتلندا والولايات المتحده في نقطه او معضله حرجه. وبالتالي المفاوضات الداخليه داخل البيت البريطاني حساسه جدا في هذا الموضوع. انا ما اظنش ان اسكتلندا ستقدم بشكل سريع على استفتاء الانفصال، هتنتظر لحد ما تشوف شكل المفاوضات البريطانيه الاوروبيه شكلها عامل ازاي، برضه الانفصال ما هوش قرار سهل. تمام؟ انما هو خطر جاسر على المملكه المتحده النهارده بتواجهه. وهتحاول تتفادى. جون كيري كان موجود في اوروبا اول امبارح وقال ان مفاوضات الخروج قد تستمر سنوات وقد لا تخرج بريطانيا. انا اللي عايز اقوله ان الاحتمالات مفتوحه بشكل كبير النهارده. الاوروبيين بيضغطوا بيحاولوا يغلقوا الباب امام بريطانيا للمساومه وهيضعوا بريطانيا بالتالي في مأزق مع ذاتها. احنا معانا سنه على الاقل عشان نقدر نقيم هل البريطانيين سيستمروا في اجراءات الخروج ام لا. يعني اي محاوله للجزم بان هم سيستمروا رغم كل التصريحات او لا يستمروا لن يمكن الجزم بها قبل عام مقبل. ليه عام مقبل؟ الكلام ده مش مزافا، لان اسكتلندا اذا هتروح لاستفتاء استقلال هيبقى في صيف العام المقبل. دي النقطه الحرجه. فخلال هذا العام المفاوضات الداخليه البريطانيه وشكل المفاوضات المحتمله مع الاتحاد الاوروبي خلال العام المقبل ده هي اللي هتحدد القرار البريطاني ممكن يوصل لايه في هذه الجزئيه. شكرا. دي المملكه المتحده. لسه عندنا الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي هو الثاني في مأزق كبير. أنا كنت في حلقة تلفزيونية من فترة وكان معايا أحد الصحفيين الأوروبيين بيقول إن الاتحاد الأوروبي سعيد بخروج بريطانيا. بريطانيا كانت منافسة ليها طلبات كتيرة جدا ديماندنج، كل شوية عايزة طلب، كل شوية عايزة ميزة، كل شوية. فخلصوا بالوش دوت. بيقول إن بريطانيا كانت حصان طروادة الأمريكي في الجسد الأوروبي. كل هذا الكلام صحيح، لكنه أوروبا لا يمكن أن تكون سعيدة بقرار خروج بريطانيا. ليه مش سعيدة؟ أوروبا بهذا القرار. هبدأ من النهاية اللي اتكلمت فيها بالنسبة للبريطانية أمنية. أوروبا النهاردة عندها تحديات كبيرة جدا في محيطها في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. وبالتالي وبدأت عملية اسمها عملية صوفيا دي في البحر المتوسط عشان تمنع الهجرة غير الشرعية. إيه الفكرة بتاعت ده؟ إنه إذا كنتوا أنتوا هتصدروا لنا التهديد والخطر إحنا هنعمل سياج عازل بيننا وبينكم. ومضوا اتفاق مع تركيا علشان يعملوا هذا السياج على الحدود الاوروبيه التركيه. بمعنى اخر اوروبا كانت بتسعى الى فرض نوع من الحصار على المهاجرين القادمين الى الشرق الاوسط وافريقيا. هتنجح في ده ولا لا؟ انا اظن انها مش هتنجح في ده. وبالتالي هتكون مضطره اوروبا في لحظه من اللحظات لان تكون اكثر فاعليه واكثر مبادره تجاه ازمات الشرق الاوسط وازمات افريقيا. خروج بريطانيا خصم من القوه العسكريه الاوروبيه. خصم من القوى النوويه، خصم من مجمل القوى العسكريه الغربيه بشكل كبير جدا، هيحمل المانيا وفرنسا اعباء وتكاليف اكبر عند قيام اي سياسه دفاعيه نشطه تجاه الازمات الموجوده في جنوب اوروبا. مش بس بالمعنى العسكري حتى بالمعنى المالي. عايز اقول لكم ان بريطانيا كانت انا قلت لكم تساهم تقريبا بنسبه 12.5% وتساهم بنسبه صافيه 8 مليار دولار سنويا. هذه 8 مليار دولار هيتحملها مين؟ المانيا وفرنسا بشكل اساسي. مش اي دوله اخرى، اسبانيا عندها مشاكل، ايطاليا عندها مشاكل، الدول الاسلاميه مش هتتحمل، تتحملها المانيا وفرنسا. والتكلفه دي احتمال تزيد اذا تورطوا في اي مهمه عسكريه خارج اوروبا. وبالتالي النهارده اوروبا في مأزق. ان خروج بريطانيا هيقلل فرصها او هيرفع مش عارف هيرفع العبء العسكري والعبء المادي على الدول الرئيسيه فيها اذا ارادت القيام باي نشاط فاعل في جنوب اوروبا. البعد الثاني المهم في هذه المساله استيعاب الهجره اللي كانت اوروبيه كانت تروح بريطانيا. لو كانت صافيه في 2015 185,000
دول مش هيروحوا بقى بريطانيا. مش بس كده، ده كل اللي هاجروا الاوروبيين اللي هاجروا والمقيمين في بريطانيا النهارده بيتكلموا في رقم 4 مليون او 3 مليون هيخرجوا من بريطانيا ويروحوا لاوروبا مره اخرى. طيب في هذه الحاله هيخرجوا من بريطانيا ويروحوا لاوروبا مره اخرى، هي مين هيستوعبهم ويعيد تشغيلهم وتحولهم الى قوه عامله مره اخرى؟ المانيا وفرنسا بشكل اساسي. ده عبء تاني. العبء الثالث متعلق بفكره المنافسه اللي هيولدها خروج بريطانيا بين فرنسا والمانيا. بمعنى ايه؟ احنا كان عندنا ثلاثي كبير بيقود اوروبا، المانيا فرنسا انجلترا. النهارده هتخرج انجلترا وهيزيد العبء اللي هتتحمله المانيا وفرنسا. وبالتالي مين هيكون صاحب القرار اللي هيتخذ في اوروبا في التعلق بالالمانيا؟ ولا لازم تسمع راي فرنسا؟ المانيا اذا تحملت عبء اكبر ستكون راغبه في ان هي تكون صاحبه القرار الاول في الساحه الاوروبيه. فرنسا مش هترحب ده بشكل كبير، هنواجه ازمات الماليه فرنسيه احنا شاهدنا اول بوادرها خلال الايام القديمه الماضيه. هولندا طلع قال انا مش مستعد اتسامح وادي بريطانيا فرصه كبيره، لازم تطلع وبلغنا بقرار الخروج بشكل سريع وتخرج وبعدين تفكر في اي حاجه ثانيه. عبر ده وزير الاقتصاد الفرنسي ميركل طلعت وقالت لا احنا عايزين نكون يا جماعه صارمين بهذا الشكل مع بريطانيا، ندي الموضوع فرصه. هناك بوادر للانقسام في الرؤى بين المانيا وفرنسا، انا اظن هيزيد المرحله المهمه. فرنسا عندها مشكله. ليه فرنسا متشدده بهذا الشكل؟ اليمين الفرنسي هيدخل انتخابات الرئاسه السنه الجايه. اوروبا عندها ازمه اكبر من ازمه بريطانيا مع الفكره التكامليه، فكره الاتحاد. ايه الازمه دي؟ الازمه دي ان اذا كانت بريطانيا كل ده بتشتكي من مهاجرين اوروبيين جايين اساسا من شرق اوروبا. طب اوروبا بتعاني من مهاجرين غير شرعيين، غير مؤهلين، بيحملوا ثقافه وهويه مختلفه عن الثقافه والهويه الاوروبيه، مش كانوا تحيي الهويه الاوروبيه، بيحمل جزء مهم منهم نزعات متطرفه وبعضهم ناشط ارهابيه. اوروبا بدات تخاف من هذا الكلام. فاليمين احنا كنا بنتكلم عن اليمين الاوروبي بدا نجمه يصعد. فبالتالي الانتخابات اللي هتدخل على فرنسا السنه الجايه تحت تاثير العدوى او تاثير الدومينو القادم من بريطانيا، ان اليمين البريطاني اثر في هذا الانتخابات بهذا الشكل، وبالتالي الاوروبيين عندهم فكره ان اليمين خد قرار قوي وحافظ على الكرامه بتاعه بريطانيا، وبالتالي كل دوله اليمين هيستغل فكره الكرامه ومعاها كمان فكره التهديد الامني لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. الدعوات دي شاهدناها في هولندا وايطاليا وفرنسا الايام الماضيه. اختبارها المهم والاساسي في فرنسا العام المقبل. ده يكون اختبار حاسم بالنسبه لصعود اليمين في اوروبا بشكل كبير. عشان كده هنفهم ان الرئيس الفرنسي خد موقف صارم من فكره الخروج البريطاني واراد فكره ان يكون هناك عقاب لبريطانيا على الخروج ده علشان يفهم الفرنسيين ان خلوا بالكم اذا خدتوا هذا الخيار تكلفته وعبئه كبير مش هيبقى سهل. ادارته مش بس يعني مش هندي انجلترا مش تخرج بالسهل وهناخد كل المزايا وبالتالي كمان تقدروا تخرجوا وتاخدوا مزايا، لا لو خرجتوا مفيش مزايا. وفرنسا مستفيده بشكل كبير طبعا من علاقتها التكامليه مع الاتحاد الاوروبي اكتر حتى من بريطانيا، لان الدعم الزراعي اللي بيروح للمزارعين الفرنسيين ضخم جدا. الصادرات والشراكه التجاريه بين فرنسا والدول الاوروبيه اكبر كتير من بين بريطانيا والدول الاوروبيه، وبالتالي في مسألة فرنسا حساسه. فمسألة الخروج البريطاني ديت هتكون جزء من الصراع السياسي الداخلي في فرنسا خلال العام المقبل ايضا. ده هيخلي فرنسا اكثر تشددا من بريطانيا عكس المانيا، هيصعد الازمات بين الدولتين بشكل كبير. طيب مش بس عايز اتكلم. النهارده قلت لكم ان اوروبا اصبحت مطالبه بعد القرار البريطاني اللي اتخذ كان عنوانه الكبير فكره المهاجرين الاوروبيين ان تاخذ هي كمان اجراءات متشدده تجاه المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الشرق الاوسط ده هيتوافق مع السياسه الالمانيه بشكل كبير. المانيا كانت راغبه في توطين واستخدام هذه القوى الشابه قوة عاملة تعزز
الاقتصاد الالماني بشكل اساسي. النهارده المانيا مستعد مضطره ان هي تستجيب للضغوط الدول الاوروبيه الاخرى، سواء شرق اوروبا، سواء فرنسا، سواء ايطاليا، اللي بدات تضغط لفرض هذه القيود على الهجره وعدم استيعاب كل هؤلاء المهاجرين. برضه في الخلاف، بس مش فكره تامين الحدود، في نقطه اكبر كده في الخلاف الاوروبي الداخلي، فكره اني اوطن مين وما اوطنش مين، وهل لو توطن حد من دول دول اوروبيه اخرى مجبره انها تستقبله وتتعامل على وفق قواعد الاتحاد ولا لا؟ في ازمات داخليه في التفاوض بين دول الاتحاد الاوروبي كبيره جدا ومش سهله. هتضع فكره الاتحاد نفسه، خلي بالك فكره الاتحاد الاوروبي قايمه على فكره حريه انتقال السلع ورؤوس الاموال وانتقال الافراد. اصبح انتقال الافراد ازمه كبيره تهدد الكيان الاوروبي. والمصالح فيها متباينه بين المانيا وباقي دول الاتحاد. في النهايه الاتحاد الاوروبي في ازمه. هل ممكن يترتب عليها انهيار الاتحاد الاوروبي؟ وان اذا صعد اليمين تحت ضغوط التهديد الارهابي القادم من الجنوب، او صعود اليمين اللي عكسه الاستفتاء في بريطانيا، هل ده يعني ان يصعد اليمين في الدول الاوروبيه كلها وتنهار او ينهار حلم التكامل الاوروبي؟ انا اظن ان الذهاب بشكل سريع الى هذه النتيجه في قدر كبير جدا من المغالطه والتكهن اكتر منه التنبؤ العلمي. ليه؟ لان في عوامل اخرى مقيده بتواجه صعود اليمين. ايه العوامل دي؟ واحد، ان اغلب دول اوروبا الشرقيه مستفيده بشكل كبير جدا من تكهنها مع اوروبا. سوق ضخم جدا، دعم مالي، يعني احنا بنحصل ازمه ماليه عالميه. الاتحاد الاوروبي يقدم تريليون يورو كقروض ميسره وبفائده مخفضه للدول اللي واجهت ازمات في ازمه الدين الاوروبيه الكبيره. مش بس البرتغال واليونان وقبرص وايطاليا واسبانيا، لا، كان رومانيا والمجر استفادوا من هذه القروض. فبالتالي احنا بنتكلم عن في دول كبيره في اوروبا القديمه واوروبا الجديده اللي التحقت به الاتحاد الاوروبي في 2004 استفادت من هذا الدعم الاوروبي وتدرك معنى دعم اوروبي لاقتصادياتها الهشه في الواقع. وبالتالي قرار واحده من دول تاخد قرار خروج مش صح. الحاجه الثانيه المهمه جدا، فكره ان انتمائها للاتحاد الاوروبي وفي الواقع اطار امني سهل في التعامل مع الناتو والتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه. لان خروج هذه الدول من كيان الاتحاد الاوروبي ومن خارج المظله الاوروبيه الغربيه بشكل اساسي سيدفع به الطرف الروسي للتقدم، مزيد من التقدم في شرق اوروبا مره اخرى. وده هيجعل هذه الدول في بؤره الصراع الروسي الامريكي. وهم غير راغبين ان يكونوا في بؤره هذا الصراع، شفنا اللي حصل في اوكرانيا كان ايه نتيجه هذا الصراع الامريكي الروسي. خروج او دول شرق اوروبا اذا اختارت خروجا من الاتحاد الاوروبي، هذا قد يعني انها تدفع في نفسها في بؤره هذا، لان على طول في روسيا بتتقدم وتقدم عندها روسيا الثانيه عندها مشروع على الاقتصاد التكاملي الخاص بيها. وبتطرحه في محيطها، واذا انسحب الاتحاد الاوروبي من شرق اوروبا سيتقدم المشروع الاقتصادي الروسي. تقدم المشروع الاقتصادي الروسي سيتبعه صراع جيوستراتيجي بين روسيا وامريكا في هذه المناطق. هو برضه المدركين دوت قرار هيبقى شديد الخطوره على امنهم مش بس على اقتصادهم. متى قد ينهار الاتحاد الاوروبي؟ اذا قررت المانيا تقليص التزامها تجاه هذا الاتحاد او الخروج منه. إذا العبء تزايد عليها أو حجم المعارضة ليها داخل الاتحاد ارتفع بشكل كبير جدا. هذه في تقديري يعني النقطة اللي بتحمل تهديد حقيقي لكيان الاتحاد، لكن تصوري إن إحنا سنشهد اتحاد أوروبي مأزوم في أزمات متتالية لكن لن ينهار بالشكل السريع اللي البعض متخيله. بس اتحاد أوروبي مأزوم هو الثاني شديد الخطورة. مش سهل. ليه؟ لأنه سيتبنى سياسات متباينة تجاه منطقتنا، سيتبنى سياسات متباينة تجاه قضايا الهجرة، تجاه المشكلات في ليبيا، تجاه المشكلات في سوريا، تجاه علاقتهم بروسيا واللي بتأثر علينا بشكل غير واضح، تجاه علاقتهم بتركيا. خلي بالك إن الاتحاد الأوروبي غير متجانس وسياساته غير واضحة لا يصب في مصلحة الشرق الأوسط ولا يصب في مصلحة مصر. خروج بريطانيا انا هوضح في النقطه الثالثه ازاي بيفيدنا، يعني هو بيحمل فوائد بالنسبه لنا، لكن تشظي الاتحاد الاوروبي او
تأزمه، مزيد من تأزمه، ده هيكون عنصر خطر علينا في المرحلة المقبلة. ازاي؟ زي ما قلت لك من شوية. النهارده الاتحاد الأوروبي بيقوم بدور مهم جدا فيما يتعلق بليبيا. بيقوم بالعملية صوفيا لمنع الهجرة غير الشرعية. لكن أيضا عنده قوات خاصة موجودة على الأرض في ليبيا. وإذا اضطر المجتمع الدولي للنهوض بعملية تدخل في ليبيا، الاتحاد الأوروبي هيكون شريك مهم في هذا التدخل. احنا كمصر تحديدا مش هنكون مرحبين ان نيتو يتدخل. تدخل النيتو بقيادة أمريكية في ليبيا مش هيكون عنصر ترحيب مصر. لكن عملية مشتركة مع بعض دول الاتحاد الأوروبي ممكن تكون مقبولة مصرية. يعني عملية ما بيننا من فرنسا وإيطاليا قد تكون مقبولة مصرية بشكل كبير، وبالتالي احنا يهمنا ان أوروبا تبقى قوية وحاضرة وفاعلة لكي توازن الحضور الأمريكي. خليني برضه أقول لك حاجة، أوروبا مهزومة معناها طغيان الأجندة الأمريكية على الأمن الأوروبي والأمن الإقليمي. ليه؟ لأن إذا كانت فرنسا وألمانيا مش هيتفقوا على تدخل عسكري مشترك وضخم ومفيش واحد فيهم تقدر تقوم بيه لوحدها، فرنسا تحديدا يعني، بالتالي هينسحبوا لمصلحة الدور الأمريكي الموجود في المنطقة. أنت مش من مصلحتك في هذه اللحظة إن الدور الأمريكي يتقدم بشكل كبير، أنت عايز شركاء آخرين يوازنوا هذا الدور. مصر سياستها مش مع ان تنفي اي ادوار لقوى كبرى في المنطقه، لكن سياستها هي خلق توازن بين الادوار القوى الكبرى في المنطقه. احنا فاهمين كويس قوي ان ادوار القوى الكبرى مهمه للبحث عن تسويات وخروج من ازماتنا، لكن مش دور قوى واحده منفرده، ادوار متوازنه. هذا التوازن اذا وقعت ورقه رمان او ورقه رمان ميزان من هذه المعادله لحد اوروبي، احنا هنواجه برضه معضله ثانيه ان امريكا هي اللي هتقوم بهذا الدور وهيختل التوازن. هيختل التوازن نفسه بالنسبه لسوريا. يعني احنا النهارده المفاوضات السوريه بتتم فين؟ على الاراضي الاوروبيه. بشكل اساسي الفاعلين على الارض الولايات المتحده الامريكيه وروسيا، انما احنا بنحاول من ناحيتنا ان ندفع الاتحاد الاوروبي لان يكون لها دور، ودور الاوروبيه الرئيسيه ان يكون لها دور في دعم حتى الدعم السياسي والدعم الاقتصادي لاي حل يحفظ الوحده السوريه. اذا برضه هذا الدور ما عادش متاح وغير ممكن لاوروبا، فالدور الامريكي مصر في القضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه في مؤشرات بتدفع نحو فكره ان يكون هناك تسويه ما، مش تسويه مثاليه لكن تسويه ما. دول الخليج العربيه بتسعى الى خروج بعض قطع مع اسرائيل الى العلن، وبالتالي ليها مدخلين في هذه السكه. مدخل كان حسم قضية إيران وصنافير لكي تعود السعودية إلى حدودها التي كانت سابقة على عام 50 مع إسرائيل اللي هي خرجت منها بمزاجها. يعني السعودية ادتنا الجزر سنة 50 علشان ما يبقاش حدود مع إسرائيل. أشترك في معادلة الصراع من الآخر. إحنا وشيل يا مصر أنت الموضوع كله والصراع مع إسرائيل، إحنا مش هنبقى طرف. النهاردة السعودية ودول الخليج من وراها عايزين يرجعوا. في شرطين، واحد يبقى لهم حدود يبقوا جزء من المعادلة. اثنين، حل ما للقضية الفلسطينية. مين الشريك الرئيسي اللي بيدفع في اتجاه هذا الحل؟ هو أوروبا. إذا تعقد هذا المشهد، فرنسا من غير أوروبا مش هتكون فاعلة. فرنسا بدون دعم ألماني اقتصادي قوي وبدون فكرة التكامل الأوروبي حاضرة وحماية الاقتصاد الفرنسي، هتشهد فرنسا انهيارات غير مظبوطة. وضع الاقتصاد في فرنسا شديد الصعوبه، الوضع الاجتماعي متازم بشكل كبير، وبالتالي فرنسا جزء من احتفاظ بمظهر القوه اللي بتطرح بيه نفسها النهارده في الساحه مرتبط ببقائها في الاتحاد الاوروبي. اذا النهارده هذا الاتحاد فرنسا بتدخل في ازمات هتلهيها عن القيام باي ادوار اخرى. وعندها شوفوا هنا بقى في قضيه، يعني القضيه الفلسطينيه في فرنسا هتروح فين؟ خلي بالكم برضه، مش عارف عايز اخد، مش عايز اعرف الموضوع الفلسطيني، لان برضه الحل بين اللي انا بتكلم عليه في شد وجذب. ما زالت الصوره مش واضحه، في شد وجذب بيننا وبين الاسرائيليين، قد يكون في شد وجذب بيننا من بعض الاشقاء العرب اللي بيحاولوا طرح هذا الحل وده في اتجاهه بيننا وبين، لكن هناك مساعي للحل ومصلحتنا ان يحصل حل للقضيه الفلسطينيه يرضينا ويحفظ امننا القومي، لكنه مصلحه اساسيه لي.
أن تنشأ دولة فلسطينية وتنهي هذا الاقتصاد الفلسطيني الحاصل في الساحة الفلسطينية حاليا. دي كلها تداعيات قد تحدث وتهدد أمننا نتيجة أي انهيار في الاتحاد الأوروبي. طيب لو اتنقلنا بقى على فكرة بس قبل ما انتقل على فكرة تأثير الكلام ده على مصر والشرق الأوسط، يتوقع في المرحلة المقبلة أن تنتهك أوروبا سياسات متشددة تجاه الهجرة غير الشرعية القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا. طيب دوت معناه إيه؟ ده معناه إن سيتم حاجة من حاجتين، يا إما أوروبا تتحول إلى طرف فعل في هذه الأزمات، واحنا هنكون مطالبين في هذه اللحظه ان نقدم لهم مشروع خطه الطريق. لو تبقى اوروبا جت تتحرك، تتحرك فكره عمل سياج، اتفاق مع تركيا، عمليه صفر في البحر المتوسط، لكن مفيش حل نهائي. والفكر المشاريع القديمه والمبادرات القديمه اللي بتقول بيها اوروبا 5+1 اللي كانت بتعملها دول المغرب العربي، مبادرتهم للشراكه مع مصر، كل ده لم يؤتي اكله او لم يؤتي ثمار حقيقيه خلال ال 20 30 سنه اللي فاتوا. فأوروبا محتاجة النهاردة خطة طريق تتقدم لها للدخول إلى أزمات المنطقة، مش لازم عسكرية، اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية. بتعاملوا عمين ما تعملوش مع مين؟ خلينا أقول لكم حاجة تانية. شيخ الأزهر كان في أوروبا من شهر يمكن، وكان ليه تصريحات وأثار الجدل والكلام مش كده. بعيداً عن الجدل اللي أثار التصريحات دي والكلام ده، لكن كان هناك معنى سياسي لهذه الزيارة. ايه المعنى السياسي لهذه الزيارة؟ ان مصر يا جماعة عندها بديل عن الاخوان المسلمين الموجود عندهم، ويمكنها ان تحاول ملء الفراغ المعرفي الموجود عند المسلمين الموجودين في اوروبا. هننجح ولا لا دي قصة اخرى، انما كان ده جزء سياسي في هذا المشروع. قد نختلف بقى ان الجدوى بتاعت ده، لكن هناك حاجة اوروبية ان يقدم لها بديل. البديل دوت مش هيجي غير من منطقة. فاحنا لنا مصلحة في هذه اللحظة ان احنا نقدم لاوروبا خطة طريق حقيقية للدخول الى الشرق الاوسط وتسوية نزاعاته بشكل الذي يناسبه. انا في الاستاذ جون كان بيتكلم على فكرة اني انا المرة اللي فاتت واشرت الى هذه النقطة. مش بس الدولة المصرية، المجتمع الثقافي والمجموعة العلمانية المصرية سواء كانت ليبرالية أو غير ليبرالية، بس أنا أظن المجموعة العلمانية بمعناها الحقيقي النهاردة أصبحت أغلبها ليبرالية. اليساريين خدوا سكة تانية مختلفة وتحالفات أخرى مختلفة. يعني دخلت تحالفات ليه؟ لأن البنيان الفكري بتاعهم المنهجي المنهجي قريبة أوي من الفكرة الإسلامية. تمام؟ الإسلاميين واخدين نفس المنهج. خلينا نقول احنا بنتكلم على تيار علماني ليبرالي بشكل اساسي. محتاج يقدم هو الاخر بديل. الدوله ما جت تقدم بديل، قدمت النظام نظامها الديني الرسمي طرحته. طب المجتمع العلماني المصري قدم بديل، ومعاه المجتمع العلماني العربي مش بس المصري، المجتمع العلماني العربي بشكل قدم بدائل حقيقيه يقول لهم دي نقاط ارتكاز تقدروا تدخلوا عليها وتقللوا حجم التهديدات والمخاطر وتحدثوا تغييرات ايجابيه في مجتمعات الشرق الاوسط. حتى هذه اللحظه ما حصلش. ايه اللي ممكن يحصل في الشرق الاوسط وفي مصر نتيجه تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد؟ هنا في اثار متباينه بصراحه. يعني احنا في مصر قد نستفيد من هذا الخروج البريطاني. انا قلت لكم ان هتخرج استثمارات مهمه من بريطانيا في المرحله المقبله. كان الدكتور احمد درويش عمل مؤتمر صحفي قبل يومين، للاسف ما تمش التركيز عليه، لكنه كان مؤتمر مهم جدا لانه بيعرض الفرص الاستثماريه في محور قناه السويس وايه اللي احنا انجزناه وايه خطتنا للثلاث سنين ل 2030 يعني لحد 2020 ولحد 2030 هنعمل ايه. النهارده مصر يمكن ان تكون بؤره لجذب جزء من هذا السبب. انا هتكلم برضه هنا عن نقطه مهمه، هتكلم عن الفرص تتحقق ما تتحققش قضيه اخرى. انا عارف تحدياتنا وعارف مشكلاتنا على مستوى الحكومه والاداره والمجتمع والثقافه، لكن عندنا فرص. هي ايه؟ ان احنا ممكن نجتذب جزء من هذه الاستثمارات. واحد
محور قناة السويس. هذا محور واعد ومهم جدا وغير مسبوق. اثنين، موقع مصر المتوسط بالنسبة للمناطق الزمانية على مستوى العالم. يعني لما تبقى أمريكا بتنام خلاص انتهى، أو يوم العمل انتهى في أمريكا، إحنا بنبدأ عمل. وفي نفس الوقت هنكون قريبين من توقيت العمل الموجود في جنوب وجنوب شرق آسيا. وبالتالي إحنا ممكن نبقى حلقة وسط، حاجة بيسموها التعهيد. الشركات العالمية الكبرى ما بتحبش تاخد فترة البريك بتاعتها من الساعة 3 الظهر لحد تاني يوم الصبح. فبتعمل إيه؟ بتروح لمنطقة متوسطة تعمل فيها مراكز عمل، تقوم بإدارة النشاط بتاعها خلال ال 18 ساعة دول أو ال 17 ساعة دول. مصر نشطت في ده تتعلق بالاتصالات. يعني في القرية الذكية عندنا شركات بتقوم بهذا الدور في إدارة الاتصالات. أنا أظن يمكن أن يكون بهذا الدور مصرفيا وماليا بشكل كبير جدا. عندنا مشكلات لا حد لها وعجز عن الحركة هذه اللحظة، لكن عندنا فرصة ولا يصح إهدارها. يجب اتخاذ قرار مهم جدا في هذه اللحظة، ان تحديث القطاع المالي والمصرفي المصري يمكن ان يكون زي ما بقول لكم ان باريس وفرانكفورت ولوكسمبورغ وامستردام بيتنافسوا النهارده مين يارس لندن. احنا ممكن ناخد حصه، مش هقول نارس، بس ناخد حصه من هذا الكلام. الشيء الثالث اللي قلت لكم عليه، فكره ان اوروبا بعد خروج بريطانيا ويحصل عندها هذا الخصم في الميزان العسكري الكبير، محتاجه شريك حقيقي امني في المنطقه. مصر اسست بعض ركائز هذه الشراكه خلال الاعوام الثلاثه الماضيه، تعرضنا لبعض الازمات وكانت مقصوده خصوصا اللي حصل مع ايطاليا بشكل كبير، لكن احنا النهارده عندنا فرصه مره اخرى لاعاده تقديم نفسنا كشريك امني لاوروبا في هذه اللحظه. جنب بقى استاذ فكره الشراكه المعرفيه والثقافيه اللي انا بدعو من خلالكم المجتمع العلماني المصري ان يقدم نفسه شريكا. فكر في اليات، انا اتكلمت مع الاستاذ احمد سامر وهو مؤسس هذه الحركه، ان ازاي تطور طرق او تصبح شريك فاعل مع الاوروبيين، هم محتاجين ده. طيب بقيه دول الشرق الاوسط هيحصل فيها ايه؟ دول الخليج بترحب بهذا الانفصال. ليه بترحب بالانفصال ده؟ دول الخليج العربي لم تضرب حتى هذه اللحظه اتفاقيه شراكه مع الاتحاد الاوروبي. ليه؟ الاتحاد الاوروبي بيقول لك تمضي اتفاقيه شراكه، تمضي مع الكل مره واحده مش مع دوله دوله. يعني هتمضي مع دوله زي ما تمضي مع 28، هو اتفاق واحد. فدول الخليج كانت متحفظه عايزه تمضي اتفاقات استثمار بشكل متمايز مع كل دوله. يعني تمضي مع فرنسا بشكل، وتمضي مع سلوفاكيا بشكل، وتمضي مع المانيا بشكل، وتمضي مع انجلترا بشكل. فدول الخليج هي يعني بؤرة أو مركز للتدفق الاستثماري، مش الجهاز الاستثماري مستثمرة بشكل رئيسي، وبالتالي عايزة شروط تضمن استثماراتها وتحقق لها عوائد أفضل، وبالتالي تعثرت حتى هذه اللحظة مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي. خروج بريطانيا هيديهم ميزة مهمة جدا في دوت، إن هو هيتح لهم التفاوض مع بريطانيا بشروط مختلفة عما كان مقترح مع الاتحاد الأوروبي. هما فرحانين بالقصة. ورغم ان قيمة الاسترليني انخفضت، وانخفض معاها بالتالي قيمة كثير جدا من الاستثمارات العقارية الخارجية في بريطانيا، اللي دوت دفعهم ان هما فرحانين عايزين يحطوا فلوس اكتر في بريطانيا، ياخدوا عقارات باسعار رخيصة. وبالتالي يزودوا حجم استثماراتهم في بريطانيا، وده توجه خليجي ما اتغيرش بصراحة في هذه اللحظة. فهم سعداء بهذا الكلام. انا بقول ليه دول الخليج العربي؟ وعندنا كمان مجموعه اغادير، مجموعه اغادير دي شمال افريقيا ومصر، المغرب وتونس والجزائر واحنا. لان اذا كنا احنا هنضطر ندخل في مفاوضات شراكه مع بريطانيا، مفاوضات تجاره حره مع بريطانيا، لان بريطانيا لو خرجت من الاتحاد الاوروبي معناها اني قد لا يعني انا اظن ان برضه في حصل بعد كده، لكن انا ظني وتقديري ان اتفاقيتنا للتجاره الحره مع الاتحاد الاوروبي لن تسري في علاقتنا ببريطانيا، ومحتاجين نمر باتفاق جديد. اذا دخلنا فيه منفردين، مصر منفرده لوحدها مش هتكون موقفها بالقوه اذا دخلت في تجمع اقتصادي. يعني بريطانيا في موقف ضعف. مصلحتك انك تدخل في اطار جماعه اقتصاديه قويه، تحالف اقتصادي قوي، تدخل في هذه المفاوضات.
هل تدخل مع دول الخليج العربي؟ يعني قد يكون فيه مزايا ومعازف. تدخل مع مجموعة أغادير، لكن أنت محتاج الأفضل تدير هذه الأمور بشكل منفرد وتديرها في مجموعة. ليه بقى تديرها في مجموعة؟ لأن المشهد اللي إحنا شفناه السنة أو ثلاث سنين اللي فاتوا على خطة بريطانيا، واللي كان سلبي جدا تجاه 30 يونيو وما تلاها في مصر، واللي حصل بعد أزمة الطائرة الروسية، واللي حصل مع الإخوان المسلمين مستمر. هذا المشهد قد يمكننا تغييره إذا قدمنا لبريطانيا فرصة وميزة قوية لها لفتح أفق استثماري واقتصادي في هذه المنطقة. بالتالي إذا كنا مدخل لبريطانيا في هذه اللحظة، قد نعيد صياغة شروط علاقتنا بها. دي نقطة يبقى نعيها في المرحلة المقبلة، اللي هي برضو فرصة مهمة بالنسبة لنا، وبالتالي يجب الانتباه إلى مواقف الكتل الاقتصادية المحيطة بينا في هذه اللحظة. ده بشكل عام تقديري للتأثيرات بتاعة التصويت البريطاني للخروج. إنما هيفضل بقى في نقطة مهمة جدا حول فكرة شكل النظام الدولي والعالمي وفكرة التكامل. ودي أحب أنهي بيها كلامي معاكم. أوروبا ظهرت كجماعة أمنية مش كجماعة اقتصادية. أمنية يعني أوروبا عانت من حربين عالميتين وسبقها حروب بين دولها لعدة قرون. جت وطب أحقق الأمن بتاعي إزاي؟ في طريقتين لتحقيق الأمن، فكرة الاتفاقيات الأمنية المباشرة، خفض التسلح، ضبط التسلح، وجود قوات حفظ السلام، يعني أشياء من هذا القبيل، ترتيبات أمنية. الاتحاد الأوروبي قدم نموذج متقدم شوية. النموذج ده فكرة إني أخلق شبكة مصالح غير الأمن، تقلل من نزوع الدول للدخول في صراعات أمنية. فمع سبيل المثال مثلا ألمانيا كانت حدودها أكبر من حدود اللي شفناها النهاردة. لكن نتيجة العلاقات الاقتصادية وأنها بتستفيد من هذا التكامل الاقتصادي، لم تصبح لها مطالب إقليمية على الأرض يعززها سياسة أمنية قوية. ده كانت فكرة أوروبا ساعة ما نشأت. نجحت بشكل كبير جدا إلى نقطة معينة. لما بدأت دخلت في مسألة اتفاق شنغن وتحرير الحركة عبر الحدود للقادمين من خارج أوروبا. ده ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه إني حرية انتقال الأفراد اللي بيفرضها منطق التكامل بقت عنصر تهديد هيكلي فكرة التكامل. بتحمل خطر بينها وبين بعضها. النهارده أصبحت فكرة التكامل ده بينطبق على مناطق أخرى. لما يجي نتكلم النهارده على روسيا بتعمل منطقة اقتصادية مع بعض دول في دول آسيا الوسطى. جمهورية الاتحاد السوفيتي الصغيرة. الجمهورية دي فيها متطرفين. طب هل روسيا هتمضي في هذه الاتفاقيات للوصول إلى تحرير حركة الأفراد؟ وفتح الحدود وبالتالي تصبح عرضه لهذه التهديدات. فهنا في الشرق الاوسط بنتكلم على تكامل عربي وبيهم كلام بالشكل ده، هل احنا مستعدين؟ طبعا الدول العربيه حازره بصراحه، ودي يعني ايه رغم كنا بننتقدها كلنا لكن اثبتت ان هي كانت اكثر رشاده. يعني اخيرا العرب قدموا شيء رشيد ان هم كانوا حذرين من انتقال الافراد، وكل دوله عربيه حذره جدا من ان ينتقل اليها افراد من دوله اخرى. في النهايه التحدي اللي بتقدمه اللي بتعنيه اوروبا النهارده وبيمثل فكره التكامل وحريه انتقال الافراد من غير ما يكون مش بس عندي مشروع اقتصادي، لكن عندي مشروع ثقافي ومعرفي واحد، رؤيه واحده. ده هيثير تحديات. ده اللي فشلت فيه اوروبا. يعني اوروبا نجحت على المستوى الاقتصادي لكن فشلت في ان تخلق معنى ثقافي او اطار وفضاء ثقافي موحد لكل المقيمين في الاقليم الاوروبي المصري. فشهدنا افراد متباينين جدا في ثقافتهم، انتماءاتهم، سلوكهم السياسي. ده بدا يطرح تحديات على فكره التكامل وفتح الحدود وتحرير حركه انتقال الافراد. ده تحدي بيدفع العالم النهارده لفكره ان يستبدل التكامل باتفاقيات التجاره الحره في اطار منظمه التجاره العالميه. احنا محتاجين لسه نفسنا سؤال. اذا انهارت مش بس اوروبا، اذا انهارت فكره التكامل الاقليمي نتيجه اللي بيحصل في اوروبا والارض، ايه هيكون البديل اللي مطروح بالنسبه لنا احنا هنا؟ هو التعامل مع قضايا والمشكلات المحيطه بينا ووضعنا الاقتصادي. هل نصبح اكثر اندماجا في منظمه التجاره العالميه وتحرير قواعد التجاره العالميه؟ دي قضيه مش سهله، مش في كلمتين اللي انا بختم بيهم هذا
المحاضرة وهذا اللقاء معاكم، لكن أن نحدد خيارنا الاقتصادي نصبح أكثر اندماجا في نظام اقتصادي عالمي أكثر حرية، مش في كيانات إقليمية بتدينا مزايا نسبية. ده قرار مهم. ليه؟ لأن في هذه الحالة قد نحتاج إن احنا نتجاوز، نتكلم عن العالم العربي، لا نعمل علاقات مع أمريكا اقتصادية أقوى، مع الصين، مع أمريكا اللاتينية، ونتجاوز محيطنا القريب. يعني هل احنا مؤهلين إذا العالم انتقل إلى هذه المرحلة إن احنا نكون شركاء على هذه نفس القواعد ونفس الشروط؟ ده معناه إيه؟ معناه يا جماعة إني علشان فكرة التكامل الإقليمي تديني ميزة لو أنا ضعيف. يعني في حالة أنا الطرف ضعيف، بنيتي الأساسية، الاتصالات، المصرفية، القطاع المالي والمصرفي ضعيف، التكامل الإقليمي بيديني ميزة، بيدعمني. لكن عشان أدخل في منافسة مع السوق العالمي وأنا ضعيف، مش هيكون عندي مزايا. أنا هدخل على قاعدة واحدة مع كل المنافسين العالميين الآخرين. بالتالي لو ما كنتش قوي سيتم تدميري وسحقي في هذه العملية. الصين ستغزوني بمنتجاتها، أوروبا ستغزوني قطاعها المصرفي ويقضي عليا. ففي النهاية النهاردة إذا كنا هننتقل من الإقليمية إلى العالمية، لازم نعرف إن حجم التحدي المطروح قدامنا هيبقى خطير. الإقليمية كانت بعض الدول بالنسبة لنا إحنا فكرة أساسية، كانت فكرة حماية، دور حمائي يحميها من مخاطر العولمة، وفكرة الإطار قواعد العولمة العالمية الواحد. إذا قصرنا فكرة الإقليمية لمصلحة اندماج عالمي كبير سيتم فيه فرض قواعد تحليل التجارة العالمية بأشكالها المختلفة، إحنا وضعنا هيبقى صعب في هذه الحالة، لازم نكون مستعدين له. لأن إذا كملنا في 20-30 سنة إحنا قد نواجه هذا الخطر. يعني لو تكون في أوروبا أنا متوقع إنها لا تنهار، لكن تفضل مأزومة الفترة الجاية. لكن بعد 30-40 سنة إيه اللي هيحصل؟ لا، محدش يقدر يجزم بهذا الكلام. حجم المخاطر محدش يقدر يعرفها النهاردة. وبالتالي مصر يجب أن تؤهل نفسها بشكل مش بس إنها تعمل في إطارها الإقليمي، لكن أن تكون مستعدة لتنافس معولم على قواعد عالمية وليس قواعد محلية أو إقليمية شرق أوسطية. شكرا. هو أنا عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال، حضرتك طرحت موضوع ألمانيا وهي القلب الصلب دلوقتي بتاع الاتحاد الأوروبي، وإن هي إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي ربما يصد ذلك الاتحاد الأوروبي بالانهيار. وهو الحقيقه كمان انا عندي عايز اربط ما بين الوضع في المانيا والوضع في بريطانيا. بريطانيا بس واخده الموقف ده بناء على فكره الهجره وما يترتب عليها، ولا كمان في حسبانها موضوع تغير البنيه الديموغرافيه؟ يعني طبعا الحقيقة عارف ان العقليه الانجليزيه عندها اعتزاز شويه بالثقافه الانجليزيه والعرق الانجلو ساكسون، حتى مع استيعاب الهجرات اللي موجوده من الشرق الاوسط واسيا. يمكن ده كان موجود في المانيا، بس طبقا للوضع الديموغرافي في المانيا خلاص ده انكسرت لحد بعيد. النهارده المانيا لو دخلت في استفتاء على قضيه زي كده، المهاجرين والاتراك اللي بيشكلوا جزء كبير من المواطنين الالمان حاليا، اكيد مصلحتهم في بقاء الاتحاد الاوروبي. النقطه الثانيه او السؤال الثاني، بريطانيا كانت اكثر الدول الاتحاد الاوروبي الحجر العثر امام انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. خروج بريطانيا ده ممكن يسهل تركيا، والمفارقه هنا ان تركيا اللي عامله ازمه لبريطانيا او عامله ازمه. يعني طبعا الاتحاد الاوروبي معروف موقفه ليه خايف من دخول الاتراك باعتبارها دوله وسيطه وباعتبار ان هي ممر الشرق الاوسط على اوروبا، بغض النظر كمان عن الزياده السكانيه، ورغم انهم حققوا معدلات نمو اقتصادي كبيره في ال 15 سنه بعد العداله والتنميه لما وصل للسلطه في تركيا. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بقى متعلق باخر جزئيه حضرتك اشرت ليها وفكره الوضع الاقتصادي المصري. هل شايف ان احنا عندنا ضبابيه وعدم وضوح رؤيه اقتصاديه حقيقيه للقياده السياسيه فيما يخص ملف الاقتصاد؟ يعني انا حقيقه على قد ما بثمن المجهود والاراده وتحقيق انجازات في مشروعات كتيره، بس هي برضه سابق عليها شكل ونسق مشروعات الستينات، مشروعات العملاقه اللي هي بالفعل مشروعات موجوده على ارض الواقع. لكن هو حتى بنفسه في لقائه مع اسامه كمال قالها صراحه، ما فيش مانع ان احنا نعمل مشروعات ترفع الروح المعنويه للشعب والمواطنين المصريين. إذا كنا بنتحدث عن فرص حقيقية للاقتصاد المصري، أنا مش شايف بوادر بتنم عن حرية اقتصادية حقيقية، فتح مجال السوق المصري،
تسهيل جذب رؤوس الاموال الاجنبيه، عندنا قلق دايما امني رؤوس الاموال اللي جايه دي داخله تعمل ايه، والتمكين بتاع رجال الاعمال وفكره نظريه المؤامره وتاثيرها على الاقتصاد المصري. ما عندناش لسه، انا وجهه نظري الشخصيه المتواضعه، ان سوق زي السوق المصري او اقتصاد الاقتصاد المصري لا يمكن ان ينهض دون قاعده دعه يعمل دعه يمر. النقطه كمان اللي متعلقه بالاقتصاد المصري، يعني انا مثلا لما الاقي، يعني ده يفضح قد ايه محدوديه تفكيرنا الاقتصادي، لما تلاقي دبي بتحقق معدلات دخل من السياحه اكتر من مصر، ودبي ما عندهاش، يعني مش عايز اقول واحد على 100 من مقدرات السياحيه المصري، يبقى انت امام ازمه صناعه في او ازمه فكر ازاي تجذب الاستثمارات. طبعا ده مرتبط على حد بعيد بالملف الامني، ما اختلفناش، لكن كمان من قبل الملف الامني انت مش قادر تصيغ مناخ اقتصادي حقيقي، وشايف ان فكره اقتصاد الضعفاء او الاقتصاد التكافلي هو اللي لسه مسيطر علينا. مش عارف اذا كان ده باعتبار الدعوات الشعبويه اللي بتزايد على اي قياده سياسيه بتيجي في اتجاه السياسات على الاقتصاد المصري، ولا في ظل ان احنا قاعدين قياده عايزه تعمل مشروعات كبيره وادي انجازات في الاربع سنين الاولانيه على حساب تغيير اقتصادي حقيقي يمنح مصر فرصه ان هي تكون اقتصاد قوي زي اقتصاديات جنوب شرق اسيا. دول ثلاث نقاط بس. اول حاجه، لا دي اسئله مهمه. اول حاجه بالنسبه لبريطانيا، ان التصويت كان نابع من فكره النزعه القوميه البريطانيه والتفوق البريطاني والانجلو ساكسوني هذا التاريخ، انا ما اظنش كان هو الحاكم في هذا التصويت. ليه؟ لما تقرا التصويت قطعيا هتجد ان اغلب اللي صوتوا مع البقاء في الاتحاد الاوروبي الشباب، وان اللي صوتوا للخروج بشكل كبير كانوا الاكبر سنا، ده غير التوزيع المناطقي اللي انا اشرت اليه. والمستفيدين من الدخول في الاتحاد الاوروبي زي اسكتلندا وايرلندا الشماليه وزي لندن نفسها صوتوا مع البقاء. وبالتالي انا ما اظنش ان الفكره النفسيه دي كانت هي الحاضره او الدافع الاساسي للتصويت. انا اظن حسابات مصلحه مختلفه. خليني بس اقول لك حاجه مهمه، يعني في استفتاءات اتعملت برضه اليومين اللي فاتوا بتقول ان رغم التصويت بالخروج، استطلاعات ولا استفتاءات؟ استطلاعات. ما فيش استفتاء غير اللي شفناه ولا كنا عملناه؟ استفتاء فتجمع استطلاعات. استطلاعات راي اوبريت خلال اليومين اللي فاتوا بتقول ان البريطانيين بشكل عام متوقعين ان مستوى معيشتهم يتحسن على المدى الطويل، مش هيتدهور. فخليني بس، يعني انا مش عايز الجا الى فكره ان النزعه القوميه والتفوق الانجلو ساكسوني هو كان المحفز الرئيسي وراء والخوف على ديموغرافيه المجتمع الانجليزي ولا الخوف. معلش اقول لك حاجه، لندن المجتمع دلوقتي بيشمل كل، لو رحت لندن مش هتشوف انجليزي، هتشوف شرق اسيويين، هتشوف عرب، هتشوف، ونادرا ما ستقابل الانجليز. يعني البريطانيين ممكن تشوفهم في اسكتلندا في ايرلندا الشماليه، لكن في انجلترا جزء كبير منها دلوقتي اصبح مجتمعات مهاجره ايضا ومقيمه واتجنست. تقدير البعد النفسي محتاج دراسات اكثر عمقا، لكن انا مش قادر اقول ولا شايف مؤشرات تقول ان هو كان العنصر الرئيسي الدافع للخروج. بل وانا زي ما قلت في بدايه كلامي، لم يكن الخروج هو الرهان بقدر ما كان البعض سيضغط ان تاتي نتيجه استفتاح مع البقاء، لكن بنسب عاليه تريد الخروج كان سيدفع بريطانيا والحكومه البريطانيه واوروبا لمحاوله منح الولايات المتحده مزيد من المزايا. لكن يعني المراكب اللي هي حكايه عاديه، حكايه المركب ابعد مما كانوا بيتخيلوا هم انفسهم. طيب المانيا ايه اهميتها؟ وهل المانيا فعلا مش ممكن تخرج؟ ان المجتمع مهاجر وفي اطراف وفي تاخد سوريين ومش عارف يحصل معاهم ايه دلوقتي، هيجنسوا ولا لا؟ وايه نمط الاستيعاب والدمج اللي هيحصل مع المجتمع الالماني؟ المانيا تساهم 21% من موازنه الاتحاد الاوروبي. ده غير الدعم اللي قدمه المانيا بشكل استثنائي في حزب الانقاذ اللي قدمتها الاربع دول الاوروبيه، يعني البرتغال قبرص واليونان وايطاليا
لا مش ايطاليا، اسبانيا ما خدتش حزب انقاذ. اسبانيا خدت ضمانات بنكيه لكن لم تاخذ اي حزب انقاذ رغم الكلام كله. الدوله الرابعه اللي هفتكرها دلوقتي. لكن في النهايه احنا بنقول حاجه، ان المانيا هي فعلا ركيزه الاتحاد الاوروبي ومستفيده بشكل كبير جدا من الاتحاد الاوروبي. هو بديل لالمانيا عن فكره القيام بدور امبراطوري. المانيا قطب اقتصادي عالمي، رابع اكبر اقتصاد على مستوى العالم. لما تيجي تتكلم النهارده وتقول يا المانيا يا اقتصاد بهذه القوه لازم يبقى لك دور عالمي عشان تحمي استثماراتك وفتح الاسواق ودخول الاسواق وكل هذا الكلام، ما يعفيها من ده هو انتمائها في الوجود في الاتحاد الاوروبي. يعني هناك كيان بيقوم بهذا الدور، لان هي اذا قامت به منفرده ودخلت في الاتحاد الاوروبي حتى هذه اللحظه وتحت مساله الحمايه النوويه الامريكيه. والطرف الامني الفعل الرئيسي في حمايه اوروبا حتى هذه اللحظه هو امريكا المتحده الامريكيه مش القوى الاوروبيه نفسها. اذا المانيا خرجت بره هذا الكيان ستضطر ان تواجه اعباء على القوى ان تبني دورا قائدا عالميا. وده دخلت منافسه مع اقوى عالميه كبيره، دخلت منافسه مع روسيا مع امريكا، تدخل في معدل صراع هي غير راغبه في الدخول فيها في هذه اللحظه. لكن ده كانت المعادله خلينا نقول لحد قبل الاستفتاء البريطاني. لكن بعد الاستفتاء البريطاني ترتب عليه اعباء، عشرت لكم اعباء امنيه واعباء ماليه واعباء اقتصاديه واعباء اجتماعيه. المعادله قد تتغير، لان اذا لم تنهض المانيا بدور امبراطوري داخل الكيان الاوروبي، دور امبراطوري بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي تقوم بتحمل الجزء الاكبر من الاعباء الاوروبيه في المرحله المقبله. اوروبا ما زالت في ازمه في عصر اقتصادي ما خرجتش منها، والنهارده كمان في عصر امنيه كبيره جدا محتاجه ان اوروبا تطور سياسه خارجيه ودفاعيه حقيقيه، مش كل النموذج الفاشل اللي احنا شفناه السنين اللي فاتت. المانيا هيبقى عليها عبء كبير، فالمانيا طلعت دور امبراطوري في اوروبا. ده هيدخلها في صراع داخل الكيان الاوروبي مع فرنسا بشكل اساسي. في هذه اللحظه الالمان هيوصل بين اتحمل عبء القيام بدور امبراطوري عالمي ولا دور امبراطوري اوروبي انا بواجه فيه منافسه واعباء وتكاليف وممكن ما احققليش كل اللي عاوزه. الحزب بالنسبه لالمانيا شديد التعقيد في هذه المرحله. وعشان كده علشان نقدر نفهم المانيا اتجاهاتها هتبقى عامله ازاي في المرحله الجايه، انا اظن احنا محتاجين من 4 لـ5 سنين. ليه 4 لـ5 سنين؟ تكون بريطانيا موضوعها اتحسم، خرجت ولا ما خرجتش، تكون اعاده توزيع الاعباء الامنيه والعسكريه والماليه في اوروبا بان، يكون تكون فرنسا كمان حددت خياراتها. هل فرنسا هتقدر تبني علاقه تناسق وانسجام مع السياسه الالمانيه ولا هيدخلوا في صراع ومنافسه؟ في 4 5 سنين من دلوقتي هيبتدي موقف المانيا يتبلور بشكل حقيقي، مستعده تكمل تتحمل اعباء اوروبيه حقيقيه وتاخد مقابلها مزايا لدورها ولخياراتها السياسيه والاقتصاديه، ولا مش هتقدر تعمل ده. وبالتالي الخروج من هذا الاتحاد والنهوض بدور امبراطوري مستقل اللي هو خيار الالماني في المرحله المقبله. وانا عايز اقول لك حاجه مهمه في النقطه دي، ان المانيا عكس بريطانيا على سبيل المثال بدأت رغم كل التاريخ الألماني العسكري اللي فيه قدر كبير من المآسي، بدأت تطور سياستها الدفاعية بشكل كبير. ألمانيا أبدت في لحظة من اللحظات العام الماضي مع القيود المفروضة على روسيا وترتب عليه من أعباء على أوروبا نفسها وعلى دول شرق أوروبا، أبدت رغبة في التفاهم مع روس حول قضايا متعلقة بأوكرانيا ومتعلقة ببعض مناطق البلطيق. في النهاية إحنا بنتكلم عن السياسة الألمانية اللي يتابعها بشكل دقيق قد يلمح مؤشرات مقاربة استقلال. هما لسه النهارده اللحظه دي هي لحظه السؤال. الاجابه لم تتبلور بعد. لحظه السؤال دي فيها خيارات مفتوحه او يعني امريكا سياستها عامله ازاي؟ امريكا حتى هذه اللحظه مش مرحبه بالخروج البريطاني بالنسبه. امريكا بتسعى للضغط على البريطانيين. امريكا اللي هم مين بقى؟ الديمقراطيين. لا وخلي بالك حتى الجمهوريين وحتى ترامب في الحكم حاجه غير اللي انت شايفه في الحاله الانتخابيه. يعني اعتبارات الحكم شيء واعتبارات الحمله الانتخابيه وتخارج المسؤوليه شيء اخر. تماما سهل قوي انك تتكلم وترفع الطموحات الشعبويه قوي وتقدم وعود كبيره، لكن الحكم مختلف.
تركيا وتركيا تركيا. شوف تركيا لعبت لعبه خطيره جدا. تركيا هي اللي نقلت الارهاب الى داخل اوروبا. ونقلته بشكل مقصود. نقلته بشكل مقصود يعني السياسه دي كانت سياسه تركيه مقصوده للضغط على اوروبا في الملف السوري. ان هم يسمحوا للاتراك ان يمارسوا اطماعهم ويعززوا نفوذهم في شمال سوريا بشكل كبير. الاوروبيين كانوا واعيين لهذا الكلام بس حاولوا يدفعوه خلال الاتفاق اللي قبلوه مع الاتراك، فكره انهم يقدموا لهم حوافز ماليه وقالوا لا وقف تدفق المهاجرين. لكن لم يريدوا التسليم بالنفوذ التركي في منطقه الشرق الاوسط. ليه؟ لان تحول تركيا او نجاح النظام اردوغان في انه يعزز نفوذه في الشرق الاوسط كان معناه المعادله بقى اذا خدتها في المدى الابعد من كده تصاعد النمط الاصولي المتطرف في الشرق الاوسط وفي تركيا. فانت اذا استسلمت الخطه التركيه كنت على المدى المتوسط والبعيد حتى اذا خفضت حجم التهديد في المدى القريب انت كنت ترفع التهديد بالنسبه لي. انت كنت هتعزز الاصوليه بشكل كبير في الشرق الاوسط. كنت هتعزز اصوليه جوه تركيا نفسها. الرهان في هذه اللحظه حتى اوروبيا هو في فشل اردوغان وليس نجاحه. بالتالي انا لا اظن ان الاوروبيين سيساهموا او سيستثمروا في نجاح اردوغان. اي اتفاقات قد تبرم، اتفاقات مؤقته ومحدوده، لكن لن يكون هناك دعم اوروبي لتعزيز نفوذ اردوغان في المنطقه، وبالتالي لن يكون هناك باي حال قبول اوروبي لدخول نظام مثل نظام اردوغان والحريه والعداله في الاتحاد الاوروبي. لا يمكن الخروج. ليه كمان بقى؟ كنا بنتكلم شويه بقول لكم ان اوروبا بتواجه خطر صعود اليمين. الانظمه اليساريه والليبراليه الموجوده في اوروبا اليمين المتطرف هي بتخشى صعود اليمين المتطرف في اوروبا مرتبط بايه؟ بتنامي خطر الاصوليه الاسلاميه. فكره الاصوليه الدينيه مش بس الاسلاميه، فكره الصراع الاصولي اللي هتنمو في الشرق الاوسط خطيره مش اسلاميه فقط. احنا نواجه في هذه اللحظه خطر نشاه اصوليات دينيه ومذهبيه متعدده في الشرق الاوسط. اذا استمر التساهل مع حاله الاحترام المذهبي والديني دي محدش عارف هيروح فين. وبالتالي احنا محتاجين نموذج تعددي وعلماني في الشرق الاوسط، نموذج لا يختبئ ولا يخفر اسطار فكره الدين والافضليه الدينيه لجماعه من الجماعات، مش اسمها افضليه دينيه. اوروبا علشان تواجه خطر صعود اليمين ده هتتخذ حكوماتها بعض السياسات اليمينيه لقطع الطريق امام الصعود اليمين الاوروبي. اليمين الاسلامي؟ لا، دول حكومات اوروبيه ستتخذ بعض السياسات ذات الطبيعه اليمينيه المخالفه لايديولوجيتها، بس ستكون اكثر تقييدا للهجره ولسلوك المهاجرين وانماطهم وعاداتهم. وبالتالي ستكون راغبه في ضم كيان يشمل 80 مليون او اكثر من 80 مليون مسلم يدخل الاتحاد الاوروبي في هذه اللحظه ويضغط على هويته. شوف في هذه اللحظه فكره انضمام تركيا الى يعني الاتحاد الاوروبي فكره هي والعدم سواء. كان كاميرون قال 3000 سنه غير ممكن. يعني شوف خصوصا تركيا الاردوغانيه ده تركيا العلمانيه وكان فيها تحديات. تركيا الأردوغانية مستحيل. سألتني بعد كده عن مصر واستعداد مدى قدرة القدر المصري على ان هو يتواءم مع التحديات الاقتصادية العالمية المتنامية دلوقتي والأداء الاقتصادي للحكومة والرئيس السيسي وكل هذا. خليني أقول لك حاجة صغيرة عايز أبدأ بيها كلامي بس في النقطة دي. مصر أنت قلت كلمة مهمة اللي أنا هركز عليها. قلت ان مش ممكن تنجح اي مشروع تنموي في مصر من غير سياسه للسي فير للسي باس. دعوه يعمل دعوه يعمل. ده كان جوهر مصر. مصر مش عرق. يعني احنا ممكن نشوف الاقراط عرق. الامازيغ جنبنا عرق. الارمن والافارقه دي اعراق. مصر لم تكن في يوما عرق. ولكنها كانت أمة بالمعنى ده أنه مصر المصري رغم أنه كان يشكل تشكيلة أعراق مختلفة تشكيلة ديانات مختلفة ده منذ قديم الأزل قبل حتى ديانات ما تسمى ديانات سماوية
من ايام الديانات ايام الفراعنه كفكره التعدديه الدينيه فكره مقبوله وقائمه. انت مصري واحد من الاله اللي تشكل. فكانت مصر قايمه على فكره التعدديه والتنوع وابقائهم في هذه البوتقه الحفاظ عليها. وكانت تقبل الاغيار ما كانتش ترفضهم. كانت تقاوم الغزوات لكنها كانت تقبل ان يجي التجار الاوروبيين ويعيشوا في مصر. يجوا الشوام ويعيشوا في مصر. يجوا الافارقه ويعيشوا في مصر. فكانت مصر موطن للهجرات المنظمه. لو تقدروا كمان حد في القصه دي. الصحراء كانت عامله زي فلتر. كانت بتيجي هجرات كثيره لمصر لكن مش بمعدل كثيف يغير الطبيعه القوميه للامه المصريه، كانت بتيجي هجرات يتم دمجها قبل ما تجيلك هجره ثانيه وهجرات متنوعه، فبالتالي كان فكره المصريه والرئيس السيسي اشار عليها في خطابه الاخير دي، فكره المصريه ان مفيش جماعه من اي الجماعات اللي هتدخل في هذا الفضاء العمراني المصري الا وتقبل بالتكامل والتعايش مع بقيه الجماعات الاخرى الموجوده على هذه المنطقه في اطار انها مصريه. عشان كنت تشوف الخواجه الجريجي والفرنساوي وبتاع يقعد في مصر 3-4 سنين بقى اسمه خواجه لكنه زي المصريين. ياكل اكلهم ويتكلم كلامهم ويقعد على القهوه بيتم تنصيبه. اللي احنا علينا منه على منه الاقتصاد ده كان عنصر ثراء، التعدد كان عنصر ثراء مش بس ثقافي ومعرفي لكن عنصر ثراء اقتصادي. ليه؟ كان بيديلك مزايا علاقات اقتصاديه مع المناطق اللي جاي منها المهاجرين دول في الشام في اوروبا في حتى في جنوب مصر في السودان والدول دي والمناطق. كان عندك معاملات تجاريه واقتصاديه واسعه جدا. خروج الاقتصاديين اليهود تحديدا ومنفتحه. اليهود والشوام واليونانيين والاوروبيين بشكل كبير يعني ده اثر بشكل كبير على اقتصاد مصر. فكره الابداع والخلق اللي هي جزء من مكون المنظم، المنظم هو انتربرينور اللي هو بيخلق المشروع ويؤسسه. دي كانت فكره عندنا صراع فيها كبير، عندك ناس جايين الارمن بيجوا بافكارهم، الفرنسيين بيجوا بافكارهم، الانجليز بيجوا بافكارهم بيعملوا مشاريع، المصريين اللي يعني عندهم افكارهم اللي بتتفاعل وتتلاقح مع هذه الافكار. اللي حصل في الخمسينيات والستينيات من خروج هذه الاطراف او الجماعات بشكل كبير من مصر اثر على فكره الابداع والخلق في الاقتصاد المصري. ده صاحب طبعا الاتجاه الى مركزيه الدوله، ما تصبح الدوله دوله محتكره، ما تخلوش عندها دوله اشتراكيه. احنا كان عندنا راسماليه دوله بشكل كبير. لكن مش دوله اشتراكيه. راسماليه الدوله حاجه والاقتصاد الاشتراكي حاجه. لا مش عندنا اقتصاد اشتراكي. لكن لم ننتقل من راسماليه الدوله حتى هذه اللحظه الى خلق نظام راسمالي مبدع وخلاق زي ما كان عندنا قبل كده. احنا خرجنا من راسماليه الدوله الى راسماليه الاحتكارات. النظام الرأسمالي يقتضي نعود إلى فكرة التعدد والتنوع والاتساع. المنافسة. هي التعدد والتنوع والاتساع هي فكرة المنافسة. يعني المنافسة خلي بالك. في المنافسة دورك هو حماية المنافسة. مش السماح بالمنافسة المتغولة، يعني ما يجيش واحد قوي فيدخل السوق ينافس عن طريق سياسات احتكارية فيستولي على السوق فتقول لي دي كانت منافسة، دي مش منافسة. أنت دورك كدولة حماية المنافسة واستمرارها. فاللي يمارس سلوك احتكاري انت بتقف ضده وتدعم من اكثر ضعفه. هو ده السؤال اللي بتتكلم عليه، الرؤيه الاقتصاديه بتاعت مصر النهارده ايه بقى؟ في ظل هذا الكلام. الرئيس السيسي جه، الرئيس السيسي تحديدا مش اي حكومات، جه في دماغه رؤيه واضحه جدا في انا ملاحظها عليها بشكل واضح قوي. فكره ان النطاق العمراني المصري اصبح قاصر عن استيعاب ال 90 مليون مصري او اكثر اللي بيقيموا في الوادي والدلتا. وانك مهما صرفت على الوادي والدلتا هي فلوس مضطره. مضطره بمعنى ايه؟ انك انت هتعمل طرق، هتعمل كباري وانفاق، هتتاكل سريعا مع نمو السكان واللي يديلك عائد. بينما الموارد المصريه في بقيه الاقليم المصري غير مستغله. فكانت فكرته هو نقل العمران المصري خارج الوادي والدلتا. دي مشاريع البنيه الاساسيه اللي تم بشكل كبير في هذه اللحظه. انك نقلت او بتدي فرصه، انت ما نقلتش. اديت فرصه لانتقال العمران الى خارج الوادي والدلتا. طيب بعد هذه الرؤيه او هذه المرحله انت ما قدمتش رؤيه ازاي تحول او تسهل عمليه الانتقال والخروج لخلق عمران جديد.
دي المعضله اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. انا كان في تصوري ان اذا ارادت مصر انتقالا عمرانيا اقتصاديا حقيقيا ان تقوم بدعم الاطراف او الاكثر ضعفا في النظام الاجتماعي والاقتصادي المصري، مش من خلال دور الدوله، مش هنرجع دوله رعويه تاني اللي هو الموازنه دي والنواب بيعترضوا عليها، فكره ان فين انفاق الدوله على التعليم، فين انفاق الدوله على الصحه، فين انفاق الدوله على الرعايه الاجتماعيه، انا عملت مباني رعايه اجتماعيه قد كده، مش ده مطلوب. فدوله زي مصر النهارده مواردها محدوده، التعليم مهم، الناس محدش يقدر يجادل، ساعات يقول لك ما تفقوش على التعليم دلوقتي يقول لك ده بيتامر على مصر، هي القصه مش كده. انت لو صرفت الفلوس اللي في ايدك النهارده في التعليم عائده الاستثماري بعد 20 سنه. البلد محتاجه مستويات تشغيل وانتاج خلال سنتين وثلاثه واربعه الجايين لحد اقصى. اذا صرفت هنا مش هتصرف هنا. التحدي بتاعك فين بقى في هذه اللحظه؟ مش هتقدر تحل هذه المعضله. انك كنت تعبئ حاجتين، كان عندك ده الخيار اللي ماشي في الحكومه ده، فكره جذب الاستثمارات الخارجيه المباشره. ودي فيها تحدي كبير. الاستثمارات الخارجيه المباشره قرارها مش قرار متعلق فقط بالمزايا اللي عندك، احنا عندنا مزايا غير محدوده بجد. عندنا فرص استثماريه في السياحه، فرص استثماريه في انتاج الطاقه، فرص استثماريه في التطوير الصناعي والمعرفي والتكنولوجي، في التطوير الزراعي، في التطوير الزراعي المتحرر من ميه النيل، دي قضيه اخرى. يعني مش احنا ممكن نطور زراعيه مش معتمدين على ميه النيل. العالم بره بيزرع على ميه البحر المالحه. انت عندك بحرين مش بحر واحد. لكن قرار الاستثمار الخارجي قرار دولي سياسي. يعني هناك اشقاء عرب بيساومونا بالاستثمارات. بيضغط عليك عشان يستثمر مقابل مواقف سياسيه اقليميه انت مش عايز تاخدها وما خدتهاش. وكنت حاسب فيها. مش هتنازل عن مصالح مصر وامنها القومي في الاقليم علشان اي ضغوط اقتصاديه او استثمارات جايه من الاشقاء. ما ساومتش في ده، كنت بتراهن ان الاوضاع الاقليميه هتفرض عليهم مره اخرى ان هم يستجيبوا لرؤيتك الاقليميه. لكن ده ما سمحش بتفوق استثماري كبير زي ما كان موجود ايام حسني مبارك. نفس الحكايه على الاستثمار الدولي. السياحه انا ما انكرش ان احنا عندنا مثلا مشكلات وضعف في تطوير سياسه سياحيه مبدعه وخلاقه تدمج بين السياحه الثقافيه والتاريخيه والشاطئيه والسياحه العلاجيه وسياحه المؤتمرات وسياحه الاعمال والسياحه الرياضيه. يعني ده كوكتيل متكامل. كنا في اخر عهد حسني مبارك كنا بدانا نعمله، كان الاهرام بيعمل مش عارف بطوله سكواش هنا وبطوله سكواش هنا في الاهرامات في الغردقه، كانت بتدمج بين السياحه الرياضيه والسياحه التاريخيه والثقافيه، ويمكنك ان ترفق بها سياحه شاطئيه. احنا عندنا مشكله في خلق هذا التكامل، لكن مش ده السبب الوحيد اللي خلى السياحه ما تجيش مصر. احنا ضربنا فيما يتعلق بطياره روسيه. ضربنا قبلها في القلاقل الامنيه اللي حصلت بعد 2011 وعملت كل هذه المشاكل والتفجيرات اللي حصلت بعد 2013. ضربنا في الطياره اللي اتخطفت وهي رايحه قبرص واتخطفت على قبرص. ضربنا وانا ظني في الطياره اللي وقعت في جايو باريس. انت بتتعرض في جيني، دي كلها مؤامرات على الدوله. انت بتتعرض لمؤامره منظمه لا يمكن الا ان تكون مؤامره خارجيه. ودي مؤامره بمعنى كلمه مؤامره، ليه؟ لانها مش سياسه منظمه انت بتشوفها فتلاقيها فتعرف تتوقعها. لا، دي حوادث مترتبه علشان تضربك في قطاع مهم سواء اقتصادي او سياحي. كمان هناك ضغوط حقيقيه من قبل بعض الاطراف الدوليه، ولا مش هتحديها ولا لا، امريكيه. لان لا يتم الدفع باستثمارات اوروبيه ضخمه الى مصر. قرار الاستثمار الخارجي قرار مرتبط بعلاقاتك ووضعك في النظام الدولي والاقليمي، واحنا وضعنا وضع تحدي ووضع في نوع انواع المناكفه مع القوى الاقليميه وقوى دوليه كبرى، وبالتالي ما نتوقعش والرهان على فكره جذب استثمارات خارجيه مباشره كبيره، انا اظن هيبقى رهان خاطئ في اللحظه الواحده. رغم ايا كان درجه رفعك للمزايا الاقتصاديه ارفعها وهذا اللي تقدر عليه، لكن انك تروح ان ده هيجي لك اللي كان حاصل ايام حسني مبارك ان يجي لك 13 مليار
استمارات سنوية، ده مش هيحصل. طيب الحل التاني، الحل التاني اللي كان عمله طلعت حرب وعمله جمال عبد الناصر، لكن محتاجين نقوله بشكل ليبرالي واضح، ايه هو؟ تعبئة الفوائد المحلية. مصر دولة غنية، المجتمع فيها أغلى من الدولة، المجتمع فيها أغلى من الدولة. أنا مش هتكلم على إيه هي مصادر استغناء المجتمع، دي مش قضيتي دلوقتي، لأن جزء كبير حتى منها حتى لو غير شرعي أنا مش قادر أمسكه ولا قادر أوقفه. لكن إن أنا أقوم بتعبئة الفوائد اللي موجودة في إيدين الناس عن طريق اكتتابات عامة تعززها الدولة وتحفزها وتشجع عليها، يشارك فيها القطاع الخاص، تشارك فيها الدولة، أي كمين هو يبقى هو الشريك، لكن تعبئة الفلوس اللي في إيد الناس وتحويلها إلى زخم استثمار، استثمارات يتم دفع، مدخرات يتم دفعها للاستثمار، وتخلق يعني بقى لما تعمل اكتتابات في مناطق مختلفة في مصر، في الصعيد، في الدلتا، في سيناء، في الواحات، وتعبي تعمل شركات وتقول أنا هجمع أهل هذه المنطقة ليهم مثلا على سبيل المثال الميزة والأفضلية في التعيين والتشغيل في هذه المنطقة إذا توفرت يوم الكفاءات. في هذه الحالة إذا عبأت الفوائد المحلية دي أنا هخلق دفعة استثمارية محلية داخل مصر. ده في تصوري الحل الأمثل. ليه مش حاصل؟ ليه مش حاصل؟ مش بس لأن النظام بيخشى نية أو في قلق أمني أو زي ما يقولوا البعض إن الجيش بس على السيطرة بشكل كبير، لكن أنا هقول لك كمان إن مصر فيها نشر صراع قوى حالي بين النظام الحاكم القائم حاليا وبعض قطاعات رجال الأعمال اللي تسعى إلى دفع هذا النظام للسير على أجندتها. الصراع ده صراع حقيقي، صراع قائم. أنا أرض بالفعل أن يتبنى الرئيس، أنا أول مرة تانية الرئيس، الحكومات المبتدئة اللي جت من 2011 للنهاردة كلها والكل خد فيها فرصة، اليساريين خدوا فرصة، وأساتذة الجامعات والخبراء الدوليين خدوا فرصة، التنفيذيين الكبار في مصر الناجحين في كبرى الشركات خدوا فرصة، المناضلين العماليين خدوا فرصة، مفيش حد ما خدش فرصة في مصر، لكن الكل لم يظهر جرأة والكل لم يبدي مبادرة. احنا محتاجين النهاردة مرة أخرى إعادة إنتاج طلعة حرب في نموذج رأسمالي اجتماعي تنافسي تعددي يقف مع الأكثر ضعفا عن طريق الاكتتابات العامة ونشر التنمية العادلة في مختلف مناطق المجتمع المصري. ده مخرجنا في هذه اللحظة. يواكب دوت الاستثمار في المعرفة. أنا قلت لكم قد لا نكون قادرين في هذه اللحظة على الاستثمار في التعليم، لكن رهنا للخروج اللي احنا فيه الاستثمار في المعرفة. دي قضية أخرى مش بس التعليم. أنا بكرة الصبح لازم أجي أقول يا مصريين، يا هيئات علمية مصرية، يا علماء مصريين، يا جامعات مصرية، عايز خلال سنتين من الآن 4-5 محاصيل بينزلوا على مية البحر. أنا النهاردة تقريبا 85% من الميه بتاعتنا الميه العذبه بتروح لقطاع الزراعه، قطاع الزراعه بيديني قد ايه اسهام في الناتج المحلي؟ ماليش 15%. ده هدف من الموارد. لا اعملوا لي محاصيل تزرع على ميه البحر. ده كلام، وده كلام مش امان او كلام. في كاليفورنيا في الثمانينات بدا هذه المشروعات. النهارده في هولندا وفي الهند وفي الفلبين وفي بنجلاديش مش بس بيزرعوا محاصيل الوقود الحيوي، بيزرعوا الرز، بيزرعوا البقر. العالم بيتحرك، ما ينفعش نقف نتفرج. ده اللي احنا محتاجينه، ان يكون هناك مبادره لسياسه تنمويه تشاركيه عادله بتسع الجميع، مش مقتصره على بعض المحتكرين زي ما نظام السادات اسس بهذا النموذج واكده نظام حسني مبارك. احنا عايزين نوسع القطاع الخاص المصري ويكون اكثر شمولا، وحتى اللي يمتلك قروش قليله يبقى طرف فاعل في اعطاء الاكتسابات العامه، تاسيس شركات مساهمه مصريه. الشيء الثاني الاستثمار في المعرفه اللي هتديني ميزه نسبيه غير تقليديه. بقى ايه؟ اذا كانت انا ما عنديش ميزه طبيعيه في الميه، الميه عندي فيها محدوديه كبيره جدا، لكن اقدر عن طريق التطوير العلمي يبقى عندي ميزه في الميه واوسع فرصي الاستثماريه بشكل كبير جدا. الاعتماد على الذات ده شيء مدخل مهم جدا في هذه اللحظه، ولا يعني ذلك الانطلاق عن الاخر. انت بتقدم نفسك، بتروج لنفسك، بتعزز في
اوضاعك وفرصك الاستثماريه ومزاياك النسبيه ومقارنتك بالاخرين، لكن ما ترهنش على ده في ظل وضع اقليمي ودولي غير مواتي بشكل كامل بالنسبه لك. ويبقى في النهايه فكره ان تعود مصر الى التعدديه، ان تعود مصر الى التعدديه وتكرسها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا. هو ده رهاننا الاساسي. نعززها، نحميها، ونحافظ عليها. هو ده اللي هيكون بالتدريج مدخلنا ان احنا نعيد القدره الابداعيه والخلاقه لهذا المجتمع اللي تجاوز اسامته. حد عنده اي استفسارات او اسئله؟ طيب انا عندي سؤالين. السؤال الاولاني، اذا فعلا المملكه المتحده بعد سنتين خرجت من الاتحاد الاوروبي، ده هيبقى اثره ايه على حركه الاوروبيين، يعني دخول الاوروبيين للمملكه المتحده؟ يعني هيبقى المواطن الاوروبي عشان يدخل بقى محتاج ان هو يروح سفاره المملكه المتحده ويبتدي يبقى فيه تاشيرات، ولا هيفضل فكره دخول الاوروبيين وخروجهم من المملكه المتحده زي ما هو؟ لا اتفضل. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، راي حضرتك في فرضيه بتخص علاقه بقى المملكه المتحده بالولايات المتحده الامريكيه. هناك يعني مش نظريه، يعني حاجة أنا عايز أعرف إذا كانت فيها شيء من الصحة أو مادة عكسية، إنه من قال إن الولايات المتحدة استقلت في يوم بعد الإنجليز وعلى نفوذ الإنجليز، وإنه الإنجليز طول الوقت هم الفاعلين داخل الولايات المتحدة، وإن الولايات المتحدة عمرها ما كانت مستقلة، وإن صناعة القرار داخل الولايات المتحدة طول عمره مرتبط بالإنجليز من خلف الستار. فحضرتك شايف إنه الفرضية دي لها ما يدعمها، ولا بالفعل المملكة المتحدة هي مجرد تابع للولايات المتحدة؟ بالنسبة للسؤال الأولاني المتعلق بتحرك من اوروبا الى المملكه المتحده او بالعكس، ممكن يبقى ازاي؟ ده مرتبط بسيناريوهات مفاوضات الخروج واعاده تاسيس شكل العلاقه بين المملكه المتحده واوروبا. في حتى هذه اللحظه نموذجين اساسيين مطروحين على المملكه المتحده في حاله الخروج، يعني في حاله حصلت اي تطورات اخرى تدفع باتجاه معاكس لاتجاه الخروج. ده سيناريو اخر، لكن في سيناريو الخروج عندنا نموذجين. النموذج الاول هو فكره نموذج النرويج. ايه نموذج النرويج؟ النرويج ليست عضوا سياسيا في الاتحاد الاوروبي. ان ما هياش عضو في مؤسسات وهيئات السياسيه للاتحاد الاوروبي. مش بتشارك بسرعه القرار، لكنها عضو في السوق الاوروبيه الموحده. بس ده هيفرض على بريطانيا عبء، يعني ده هيخليها في هذه الحاله في تجاره حره، في انتقال سلع، في انتقال خدمات، في انتقال رؤوس اموال، وفي انتقال افراد. لكن بريطانيا ايه اللي هيخليها تقبل هذا النموذج وتتخلى عن صوت قدرتها التصويتيه اللي عندها وتتحمل العبء اللي هي رافضاه اللي هو هي بريطانيا مش عايزه كده. او البريطانيين حتى هذه اللحظه اعتراضهم على كده. اذا انتهى اعتراض البريطانيين على حريه انتقال الاوروبيين كافراد الى داخل الاتحاد الاوروبي او تم تسويه هذه المعضله تمام بشكل ما من الاشكال، سبب الخروج البريطاني الرئيسي هينتفي. وبالتالي مش هيكون محتاجين سيناريو خروج. فهنا في معضله، النموذج النرويجي في معضله هيكليه. السيناريو الاخر المطروح عليهم في هذه الحاله هو الدخول في مفاوضات لاتفاقيه تجاره حره لا تشمل انتقال الافراد، انتقال السلع والخدمات بشكل رئيسي. الاتحاد الاوروبي ابرم مع كندا اتفاقيه تجاره حره استمرت المفاوضات بشانها 7 سنوات. كمان لما تيجي تقول ان الاتفاقيه دي انت بتجرمها مع الاتحاد الاوروبي ودول، يعني مش بتصادق على الاتحاد الاوروبي فقط، لان يجب ان تحصل على مصادقه من كل دوله من دول الاتحاد الاوروبي. وبالتالي انت لازم تحصل على مصادقه من البرلمانات 27، اذا خرجت بريطانيا تحصل على مصادقات 27 برلمان اوروبي. دي عمليه تاخد مش اقل من سنه سنتين، مع 7 سنين مفاوضات الى 9 سنين و10 سنين مفاوضات. تمام؟ في الحاله دي هيضطر الاوروبيين يدخلوا فيزا ويطلعوا فيزا. تمام؟ فيعني شوف السيناريوهات بتاعه الخروج البريطاني شديده التعقيد. وتعقيدها في حد ذاته يخليك تتساءل ان في خلال السنتين ونصف الجايين هل فعلا سيبقى البريطانيين على حرصهم على الخروج ولا لا؟ لاني انا ظني ان اعاده رسم شكل العلاقه بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي لن يمكن حسمها في السنتين دول. احنا ممكن ننسق فكره الخروج بس، لكن صياغه شكل العلاقه المستقبليه هتاخذ وقتا اكثر من عامين بكثير، وبالتالي احنا قد نشهد فيها تطورات غير متوقعه.
سؤالك الثاني اللي هو كان متعلق بالعلاقه بين الولايات المتحده الامريكيه وان البريطانيين هم اللي بيحددوا السياسه الامريكيه، اشوف انا ممكن افهم من اللوبي اليهودي الصهيوني، وليس اليهودي الصهيوني هو بيشكل ده بشكل كبير. الخليجيين في لحظه من اللحظات كانوا بيضغطوا على السياسه الامريكيه بشكل من الاشكال، لكن بريطانيا ما اظنش انها كانت ضاغطه وعنصر اساسي في صنع السياسه الامريكيه، البريطانيين كانوا اداه اساسيه للرد على امريكا باكثر. يمكن تاثيرهم كان بينبع من فكره اللي هي فكره ان البريطانيين اكثر خبره بالشرق الاوسط واكثر درايه به، فكانوا بيحددوا في بعض الاحيان الرد على الامريكيه ايه هي افضل الخيارات والسيناريوهات للتعامل مع الشرق الاوسط. يمكن بيجي التاثير من هنا، لكن الولايات المتحده الامريكيه من 98 وتاكد دوت من ايام كولين باول، وتاكد ده بشكل كبير جدا لما كان برنامج وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه، تاكد ده بعد هجمات 11 سبتمبر بدات تتخذ مسارا مستقلا لبناء معرفتها وبناء سياستها وخياراتها تجاه الشرق الاوسط. وده بالتاكيد ما خدهمش الخيارات كلها صحيحه، في لحظه من اللحظات خدوا واهتموا في احضان التيار الاسلامي السياسي وبعض العناصر يعني المحسوبه على الليبراليه المصريه اللي عززت عند الامريكيين فكره ان اشراك الاسلاميين او الاسلام السياسي في الحكم هو مخرجكم من ازمه دعم انظمه استبداديه وحقق استقرار في الشرق الاوسط. دي كانت فكره بعد 2001 كرسها بعض العناصر المحسوبه على الليبراليه المصريه والليبراليه العربيه في دوائر صنع السياسه الامريكيه، واللي دفعت الامريكان بشكل كبير للسياسات اللي احنا شفناها واثبتت فشلها. النهارده الامريكيين ما عادوش بيراهنوا على التيار الاسلامي السياسي قوي باعتبارهم هم الراهن الاول، لكن حتى بيراهنوا النهارده على رهانات اخرى زي التيارات القوميه الاكراد اللي هيشكلوا المنطقه دي كلها. بالتاكيد هذا التحرر الامريكي من فكره الاعتماد على الاسلام السياسي والدخول الى اطراف اخرى زي الاكراد في المنطقه والتعويل عليهم في عدد سياسه المنطقه دي مش خيارات بريطانيه، دي خيارات امريكيه بشكل اساسي. خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي زي ما اشرت قبل قليل سيضعف او سيزيد من ضعف وزن السياسه البريطانيه والمملكه المتحده على سلم السياسه الامريكيه ومصالحها الاقليميه والعالميه. شكرا. الملك عوني طبعا انا بحب جدا الملك عوني.